بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. النهاردة وكالعادة عندنا تفاصيل وكواليس مهمة جدا حضراتكم هتتابعوها معايا على مدار حلقتنا النهاردة. في الجزء الأول من هذه الحلقة هيكون معايا كابتن نهلة سامح، نجمة كرة الطائرة المعتزلة. نهلة سامح كابتن النادي الأهلي في عدد كبير من البطولات، واحدة من أساطير الكرة الطائرة في مصر وفي النادي الأهلي. الحقيقة نهلة النهاردة هتكون في حوار مهم جدا جدا جدا. نهلة خلال الفترة الأخيرة تحديدا تعرضت لضغوطات كثيرة، يعني هنتكلم في كل هذه الأمور، ولكن في النهاية نهلة سامح واحدة من عشاق النادي الأهلي ومحبين النادي الأهلي، اعتزلت داخل النادي الأهلي، وبالتالي وجب تكريمها على الهواء مباشرة ومع نجوم النادي الأهلي أو مع جمهور النادي الأهلي الحقيقة اللي متواجد في كل مكان. أيضا النهاردة في الفقرة الثانية هيكون معايا كريم سعيد وأحمد ثابت، أكيد حديث مهم جدا عن مباراة الأهلي وحرس الحدود يوم الخميس المقبل بعد الفوز بالبطولة الأفريقية والعودة للدوري العام المصري. وعلى ذكر بقى مباراة حرس الحدود، ممكن خلاص الجميع داخل الفريق أغلق صفحة الاحتفالات بالتتويج ببطولة أفريقيا، والجميع في حالة تركيز شديد من أجل عودة المنافسة في بطولة الدوري الممتاز. بالمناسبة للي ما يعرفش، اللقب ده احنا بقالنا سنتين بعيد عننا. هتقولي يا اسلام ما هو يعني في أندية اللقب ده بيقعد بعيد عنها بالعشرة. النادي الأهلي مختلف. النادي الأهلي عندما لما الدوري يبعد عنه سنتين تبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا. الأهلي بقاله سنتين ما خدش الدوري، يا نهار أبيض. هو بجد؟ الناس كلها بتتساءل. فعشان كده بقول لحضراتكم لن يقبل أحد بعدم التركيز من اللاعبين خلال الفترة اللي جاية. الفترة اللي جاية فترة صعبة وفترة مهمة، وبداية هي بداية لفترة صعبة جدا. الأسبوعين ثلاثة اللي جايين دول، وأنا مش من نوعية الناس اللي تقول لك الدوري انتهى أو الدوري الأهلي اقترب من الدوري، اقترب طبعا وكل حاجة، ولكن مفيش حاجة اسمها اقترب من الدوري. الدوري ما زال في الملعب. لو فاضل نقطة، الدوري ما زال في الملعب. ده اللي احنا بنعلمه لأولادنا، ده اللي احنا بنعلمه للأجيال اللي بتحب النادي الأهلي، الأجيال الصغيرة اللي ما شافتش تطلع تشوف الصح. الصح إن الدوري لم ينتهي، كل شيء جايز. هو أنت مش ممكن لا قدر الله تتغلب 3-4 ماتشات؟ هتقول لي فنيا لا، فنيا لا، ولكن كرة القدم فيها كل شيء وفيها كل حاجة. هتقول لي يا ست بتقول كده عشان تخوفني، أنا ما بخوفش حد، ولكن أنا بقول الحقيقة اللي ممكن تحصل. كرة القدم علمتني كتير جدا. الملعب المستطيل الأخضر ده حاجة تعلمك، اقعد واتفرج وتعلم. فاللي مش هيركز في مباراة يوم الخميس، وهنا بوجه كلامي للعيبة، يجب أن يكون هناك تركيز تام وكبير في كل نقطة وكل كلمة بيقولها مارسيل كولر. التتويج بالبطولة الـ11 أصبح في التاريخ، أصبح في الدولاب. الدولاب اللي اتعمل ده خلاص، الـ11 اتبسطنا وفرحنا وقعدنا نجيب الكاس ونجيبه يمين ونجيبه شمال ونحط الكاس على اللي هنا ونحط الكاس على الترابيزة اللي هناك وعملنا كل حاجة. لعبنا مع الكاس كل الألعاب، انتهى الموضوع. انتهى الموضوع. وبعدين أنا مثلا كقناة أو كجمهور من حقي إن أنا أحتفل، ولكن على اللاعبين، وأنا متأكد إن هم مركزين وثقتي فيهم كبيرة جدا جدا، على الجميع أن يكون هناك تركيز تام خلال المرحلة القادمة. المرحلة القادمة مش مباراة حرس الحدود، حرس الحدود ومنتخب السويس والمباريات الـ3-4-5 مباريات اللي بعد كده، عشان التتويج السنة دي ببطولة الدوري الموسم الحالي أمر لابد منه، عشان كمان فريق الكرة يكون نجح بالتتويج بجميع البطولات التي لم تتحقق الموسم الماضي. مواجهة حرس الحدود غاية في الأهمية والصعوبة،
ومباراه لا تقبل القسمة على اثنين. الاهلي ما قدموش حاجه غير الفوز عشان يحافظ على صداره الدوري الممتاز من خلال الفوز بجميع المباريات المؤجله. اللي اتاجلت عشان طبعا حسب اللائحه مره ثانيه اللي وضعتها رابطه الانديه حسب اللائحه مش بمزاجنا يعني. في الوقت اللي حرس الحدود بيتمسك فيه بتحقيق نتيجه ايجابيه امام الاهلي. بصوا حضراتكم، الفريق اللي ما بيبقاش عنده امل لاي حاجه بيبقى فريق صعب جدا. ليه؟ لان انا بلعب باك رايت النهارده في حرس الحدود، وانا تشرفت الحقيقه ان انا العب في حرس الحدود. بلعب باك رايت النهارده وهيلعب عليا علي معلول بطل افريقيا، وانا فرقتي نزلت للدوري الممتاز او الدرجه الادنى. هفكر ازاي؟ هفكر في حاجه واحده بس، ازاي ارقص علي معلول وازاي ما اخليهوش يرقصني عشان اعمل انا اوفر يجي منه جول لو انا باك رايت وبلعب وعندي الفكره دي. الفرقه تكسب، عايزها تكسب النادي الاهلي بطل افريقيا. هل الحرس الحدود عنده امال؟ اه عنده، ولكن امال بسيطه جدا. وفي نفس الوقت انا مش عايز حد من جمهورنا العظيم الحقيقه يتخيل ان المباراه دي سهله، وانا الحقيقه كل ما بقف مع اي حد من محبي النادي الاهلي ومن جمهور النادي الاهلي بره يقول لي يا اسلام الماتش ده صعب، لان هذه المباراه بالفعل هي واحده من اهم واصعب المواجهات خلال الفتره دي. اللي متابع فريق حرس الحدود في الفتره الاخيره عامل نتائج متميزه الحقيقه تحت قياده كابتن محمد مكي اللي تولى المهمه بعد رحيل كابتن احمد ايوب. ولكن خليني اقول لحضرتك على الجانب الاخر، لا حديث داخل الفريق الان فريق النادي الاهلي الا على مباراه حرس الحدود وكيف يستطيع اللاعبون ان يفوزوا في هذه المباراه. عشان خلي بال حضرتك، انا لو ربنا كرمني وكسبت المباراه دي واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، الدوري هينتهي رسميا ولسه قدامنا شويه 3 4 5 مباريات تانية. ولكن انا كمدير فني هقدر ادي اللعيبه اللي عايزه تاخد اجازه ادي لها اجازه. عندي لعيب بحاول اجدد له اجدد له، اقعد معاه واجدد له، عندي لازم اخلص اللي ورايا ده كله عشان ابتدي اقعد مع الناس بتوعي واخلص معاهم كل حاجه. انا ما بحبش الكلام اللي يقول لك ايه باقي كام نقطه واحسب الدوري ولا هاخد كام نقطه من كام ماتش، انا بلعب على المكسب في كل المباريات. حتى لو خدت الدوري بالمناسبة، أنا بلعب على الفوز فقط لا غير. حرس الحدود بالنسبة لي زي بيراميدز، زي فيوتشر، زي الزمالك، زي الإسماعيلي، كل مباراة ولها أسلوبها الفني، لكن كمان كل المباريات بتساوي 3 نقاط في مشوار الدوري. بطولة الدوري مهمة جدا، لها قيمة خاصة عند جمهورنا، كلنا ثقة في اللاعبين، وأنا متأكد الحقيقة وعارف إن كل اللعيبة عارفة هذا الكلام، وهيكونوا على قدر المسؤولية زي ما عودونا دايما. هل حد فينا كان عنده شك في اللاعبين في مباراة الوداد؟ أبدا، والله أبدا، كنا قلقانين طبعا، لأن أنت بتلعب فريق كبير الوداد مع جمهوره هناك، ولكن حتى لو نتيجة 2-0 كنا هنبقى قلقانين. ولكن أنا شخصيا من الناس اللي عنده ثقة كبيرة جدا في مجموعة اللاعبين اللي موجودين دلوقتي، كلهم لعيبة على قدر المسؤولية، عودونا على البطولات، عودونا على أن هم لما بيخسروا حاجة بيرجعوا ياخدوها مرة تانية. في ظهرهم إدارة قوية، إدارة كرة قوية، ومجلس إدارة بيلبي لإدارة الكرة كل ما تحتاجه. قدرنا نجيب مدير فني على أعلى مستوى، وبالتالي كلنا ننتظر ايه اللي هيحصل يوم الخميس. النهارده التلات، عندك التلات، الاربع، الخميس كله لغايه الوقت المباراه، التركيز فقط على مباراه حرس الحدود ومواجهه حرس الحدود فقط لا غير. وهو ده اللي انا منتظره من كل اللاعبين ومن الجهاز الفني. مين اللي هيلعب؟ معرفش. طب مين اللي هيريح؟ معرفش. هل في حد هيريح؟ معرفش. ولكن اللي هيلعب يبقى عارف ان هو هيلعب بتشيرت النادي الاهلي مره تانية وتالتة وعشرة. والنهارده هتسمعوا مني، النهارده وبكره هنسمع الكلام ده كتير. البطوله ال11 في الدولاب في النادي هناك عند الدكتور سعد شلبي، الدولاب اللي قدامه او اللي جنب المكتب، مكتبه يعني،
هتلاقي فيه البطوله ال 11 موجوده في الدولاب، خلاص هنروح نتفرج نقف جنبها نتصور، انتهى الموضوع. مباراه حرس الحدود 3 نقاط او بدايه العوده للدوري و3 نقاط تضع النادي الاهلي في مكانه الطبيعي صداره الدوري. هو ده اللي احنا عايزينه وهو ده اللي احنا دايما بنفكر فيه. عموما خلينا نطلع نشوف تقرير عن تاريخ المواجهات بين النادي الاهلي وحرس الحدود ونرجع نكمل مره اخرى. خلينا ننتقل لملف اخر، ايه اللي حصل في مساله ارسال اسماء الانديه المصريه المشاركه في دوري الابطال والكونفدراليه؟ خليني احكي لحضراتكم ايه اللي حصل في هذا الامر واحده واحده. اولا وصل خطاب رسمي من الاتحاد الافريقي لكرة القدم للاتحادات المحلية منها طبعا الاتحاد المصري بمهلة اقصاها يوم 30 يونيو الحالي، 30 يونيو اللي جاي، علشان الاندية المشتركة سواء في دوري الابطال او الكونفدرالية ترسل اسماء اللعيبة بتوعها او القائمة بتوعها، او الاتحاد يعني انا اسف الاتحاد يرسل اسماء الانديه المرشحه قبل يوم 30 سواء في دوري الابطال او في الكونفدراليه. الدوري في مصر الاول ابدا مين اللي هيتبعت اسمائه او الانديه. الدوري في مصر حسب تصريحات المسؤولين مش اسلام لن ينتهي قبل نهايه يوليو، وبالتالي اتحاد الكره وفقا للائحته مطالب باعتماد مشاركة الأندية الإفريقية على حسب ترتيب إيه؟ أيوة برافو على حضراتكم، الدور الأول. وده موجود في لائحة الدوري لكل الناس اللي كانت بتسأل بعض من لا يشجع النادي الأهلي، يعني كانوا يسألوا يقول لك إيه هو ده هو الأهلي السنة اللي فاتت كان البطل؟ لا، ولكن لائحة اتحاد كرة القدم المصري بتتيح ان احنا بعدنا اذا الدوري لم ينتهي قبل 30/6 فانا برجع اخد الترتيب بتاع الدور الاول، وبناء عليه النادي الاهلي السنه اللي فاتت اشترك في البطوله في دوري الابطال لانه كان تاني الدوري على ما اتذكر، يعني اول او تاني الدوري في ذلك الوقت. طيب اللي حصل السنه دي نفس الامر، أن في هناك الدوري لن ينتهي قبل 30/6 وبالتالي لازم قبل 30/6 أبعت أسماء الأندية المشاركة بناء على إيه؟ على ترتيب نهاية الدور الأول. فاتحاد كرة القدم قرر مخاطبة الكاف لمد المهلة بالنسبة للأندية المصرية لغاية يوم 15 يوليو. اشمعنى 15 يوليو؟ لانه 15 يوليو هو الموعد المبدئي لانتهاء منافسات الدوري. يعني هقول لحضرتك ازاي، يعني عايزين القرعه تتعمل ولكن بدون اسماء الانديه، بيتحط ايه؟ الانديه المصريه، يعني الانديه المصريه يتحط مكانها ارقام من 1 لـ4 مثلا، يعني بمعنى دوري الابطال 1 و2، الكونفدراليه 3 و4 مثلا، يعني تتعمل القرعه كده، وبعدين بعد يوم 15 الاتحاد المصري يبعت الاسماء يكون الدوري عندنا انتهى. يعني طيب في محاولات من اتحاد كره القدم المصري، بعض الاصوات كمان جواه بتقول انهم عايزين يرشحوا رابع الدوري للكونفدراليه. رغم ان المفروض ده يكون مين اللي بيلعب؟ الثلاثة الأوائل الأول وتاني بيلعبوا في دوري الأبطال، تالت وبطل كاس مصر هم اللي بيلعبوا في البطولة الكونفدرالية عشان تدي قيمة لبطولة كاس مصر. ليه الأندية بتلعب بطولة كاس مصر؟ مجرد أن أنا خدت كاس مصر يعني؟ فعموما احنا مالناش دعوة بالمركز الرابع، لكن أنا بتكلم بشكل عام. خلاصة الكلام يعني اتحاد كرة القدم بيحاول مع الكاف تأجيل المهلة حتى منتصف الشهر القادم، نجح أو فشل في ده ما يهمنيش،
انا بحكي لحضرتك عشان تبقى عارف ايه الكواليس اللي بتحصل، لان سبحان الله هناك البعض اعترض على وجود النادي الاهلي، بعض من لا يشجع النادي الاهلي يعني اعترضوا على ايه؟ قال لك هو النادي الاهلي اساسا البطوله الافريقيه دي ان هو خدها هو اشترك فيها غلط، اشترك فيها ايه؟ غلط، لانه ما كانش بطل الدوري. هي الناس ما بتكملش بس المعلومه يعني، لانه هناك من الناس اللي ما بيشجعوش النادي الاهلي مش عايزين يعرفوا ولا يفهموا انه هناك قواعد ولوائح النادي الاهلي بيمشي عليها، والمفروض ان اتحاد كره القدم بيمشي عليها، لان اللوائح دي ايه اللي بيحصل فيها؟ بتتبعت للانديه قبل المسابقه اصلا والانديه بتوافق عليها. ولكن سبحان الله اللي حصل السنه اللي فاتت او اللي الناس كانت بتوصم بيه النادي الاهلي السنه اللي فاتت، وهو كلام غير دقيق وغير حقيقي، السنه دي بيطالبوا بيه. السنه دي بيطالبوا بيه. ولكن انا بس حبيت اشرح لحضراتكم القصه دي ليه؟ علشان بس الناس تفهم وتعي ان النادي الاهلي دائما بينظر للوائح والقوانين بعيدا عن اي امر اخر. امبارح ايضا لما اتكلمت مع حضراتكم في موضوع القوائم، واتكلمت مع حضراتكم ان بعض البرامج بتروج لكلام مغلوط، ان القوائم هتبقى 25 في الدوري الممتاز، ووضحت لحضراتكم الصوره والحقيقه، وقلنا ان القرار ده هيكون للممتاز به فقط وليس الدوري الممتاز. الحقيقه اتحاد كره القدم اكد كلامنا عن طريق تصريحات للحاج عامر حسين اللي اكد فيها انه لا تغيير في قوائم الانديه في الدوري الممتاز وهتكون 30 لعيب. ولكن لا تزال ازمه مجلس اداره الاتحاد الكره مع الانديه الجمعيه العموميه في الدرجه الثانيه والثالثه مستمره بسبب فكرة دوري المحترفين وكيفية تطبيقها. أنا هنا مش عايز أتكلم عن الفكرة سواء اتنفذت أو لا، هي كشكل حاجة رائعة لكرة القدم المصرية، ولكن التنفيذ هو اللي فيه مشكلة. الورق حلو جدا إن أنا الفرق كلها تلعب في مجموعة واحدة وفي دوري المحترفين، حاجة كويسة جدا، ولكن اللي يهمني واللي بتكلم عنه دور مجلس إدارة الاتحاد، اتحاد كرة القدم طبعا مع جمعيته العمومية، هو ده اللي يهمني. فمثلا النهاردة حصل مناقشات لم تنتهي إلى نتيجة محددة داخل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب. الوزارة أكدت أهمية الأندية الشعبية ودعمها. على الجانب الآخر، هل اتحاد كرة القدم عنده حلول لهذه الأمور؟ الوزارة بتتكلم على ان الاندية الشعبية دي خط احمر ولا مساس. ما هو لو حضرتك طبقت دوري المحترفين اللي هو بالمناسبة فكرة جيدة جدا، ولكن تطبيقها صعب جدا. هو يعني اندية الصعيد لو حد فيهم هيلعب في دوري المحترفين هيسافر كل ماتش ازاي؟ بفلوس منين؟ هتقولي البث كام؟ البث هتدي الاندية كام؟ طيب خليني اقول لحضراتكم اتحاد كرة القدم بيفكر في ايه. اتحاد كرة القدم بيفكر انه يتكلم انه ما استحدثش اي مسابقة، وان القسم الثاني بس هو كل حاجة، ولكن هيعاد تشكيله يعني بحيث ان هو يكون محترفين به الف وبه. الف اللي هو الممتاز اللي بيلعب فيه الاهلي والزمالك والاسماعيلي ومحترفين به، ده هيكون، او انا اسف خليني اقول لحضراتكم انه دوري رابطه الانديه ده اللي هو ده دوري المحترف اللي هو البريميوم ليج بتاع مصر اللي هو فيه اهلي وزمالك اسماعيلي كل الانديه دي، ده الدوري الممتاز. لكن محترفين الف وب دي تانية وثالثه، يعني غيروا المسمى. عملوهم ازاي؟ كانهم دوري واحد. محترفين ألف ده مجموعة واحدة 20 نادي، ومحترفين ب ثلاث مجموعات، والصعود بيكون ناديين مباشرة
من المحترفين اللي هو ألف للممتاز، والثالث يلعب دور الترقي مع أوائل مجموعات محترفين به للصعود للممتاز. ولكن فكرة إن نادي ممكن يصعد درجتين مرة واحدة ما حصلتش في أي مكان في العالم، يعني ما شفتهاش الحقيقة. أتمنى أن تكون هناك حلول تحافظ على مستوى كرة القدم المصرية وتطويرها، كمان يكون في حلول للأندية الشعبية وإنقاذها من الهبوط المتواصل للدرجات الأدنى. فين الأولمبي والترسانة ومنصورة وكفر الشيخ ودمياط؟ الأندية دي قدمت لعيبة كتيرة جدا جدا للمنتخبات الوطنية، ولكن يجب أن يكون اتحاد كرة القدم طرف في هذا الموضوع. ما ينفعش اتحاد كرة القدم يطنش. طيب هو الواحد بيتكلم ليه في الموضوع ده؟ أنا شخصيا بتكلم في الموضوع ده لأنه أتمنى الأفضل لكرة القدم المصرية. أنا عايز يطبق نظام دوري الألف وبه المحترفين اللي هو التانية والتالتة يعني، ولكن كيفية تطبيقه هو المهم. وبعدين هتولي دوري في العالم كله، في العالم كله بياخد فرقة من الدرجة التالتة مثلا يطلعها الدوري الممتاز. ما فهمتهاش، ما شفتهاش. عشان كده بقول لحضراتكم يجب أن يكون هناك حلول خلال الفترة القادمة. وزي ما قلت لكم امبارح كان معايا الأستاذ عصام شلتوت والأستاذ عبد الحكيم أبو علم، واتكلمنا في هذا الأمر وقلنا إن احنا هنفتح هذا الأمر وهنتابع هذا الملف خلال الأيام القادمة. بالمناسبة النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة اتكلم بكل وضوح في تصريحات إذاعية، وقال فيما يخص قصة الحكام أو أزمة الحكام مع اتحاد كرة القدم، قال في 25 مليون جنيه متأخرات على اتحاد كرة القدم للحكام. فقال إن الرابطة بتحاول دلوقتي تحل أزمة الحكام مع اتحاد كرة القدم بسبب تأخير المستحقات. وده الموضوع اللي أنا اتكلمت فيه مع حضراتكم امبارح. أتمنى أن يكون هناك استجابة لهذا الأمر. ولكن لما اتكلمنا في هذا الموضوع امبارح جت الاستجابة والتحرك الإيجابي الحقيقة من رابطة الأندية وليس الاتحاد، رغم إن الحكام تابعين للاتحاد. الأستاذ أحمد دياب رئيس رابطة الأندية نفى تماما أن يكون هناك في مجاملة للنادي الأهلي مثلا في مباريات مؤجلة، لأن التأجيل زي ما بنتكلم دايما بيكون وفقا للائحة. النادي الأهلي معروفة طبعا لمصر وللعالم العربي والأفريقيا أن النادي الأهلي خد البطولة الأفريقية، وبالتالي هو النادي الوحيد في مصر اللي وصل لنهائي أفريقيا بالعقل بالمنطق. يعني شارك النادي الأهلي في كأس العالم للأندية فلازم نأجل، أو اللائحة بتقول إن لازم نأجل. طيب لو نادي إكس هو اللي وصل يبقى نادي إكس هنأجل له، مش عايزين نادي إكس نادي زد. ما هو في نادي اسمه زد صحيح. أي نادي وصل الأدوار المتقدمة في البطولات الأفريقية وفقا للائحة سيتم تأجيل مبارياته. نادي الأهلي مفيش على راسه ريشة، نادي الأهلي ما بيبصش لمثل هذه الأمور، فكل حاجة بتكون وفقا للائحة بسبب الارتباطات الرسمية سواء الإفريقية أو الدولية. طيب حاولوا تجيبوا لنا كابتن ناصر عباس يا شباب. طيب خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هرجع اتكلم عن اخبارنا اخبار البيت الكبير، ولو جبنا كابتن ناصر عباس برضو نساله عن هي ليه الحكام او ليه الفلوس بتاعه الحكام بتتاخر، وبعدين هي ليه بتتراكم لتصل ل 25 مليون جنيه مع ان الفلوس دي متاخده يعني من بدري. يعني وفقا للائحه اتحاد كره القدم بيحصل هذه الاموال من الأندية قبل بداية الدوري. طب هو ليه مأخر 25 مليون؟ أنا
مش فاهم الحقيقه. عموما خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا نروح لمداخله مع كابتن ناصر عباس الخبير والمحاضر التحكيمي. كابتن ناصر ازي حضرتك؟ تحياتي لك كابتن اسلام وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. 25 مليون جنيه متاخرات للحكام، ايه رايك في هذا الامر وكيف تاخر اتحاد كره القدم لهذه المده عشان يبقى عليه 25 مليون؟ كابتن اسلام لاول مره يمكن احنا بقالي يمكن 25 سنه حكم ومحاضر ومجلس الحكام ان يبقى المبلغ دوت موجود في الحكام حتى الان لم تصرف، على الرغم بان زي ما حضرتك قلت من شويه ان الانديه الدوري الممتاز بتدفع مسبقا، بتدفع لاتحاد الكره مستحقات الحكام، يعني الدوري الممتاز كله يا كابتن اسلام قبل بدايه الموسم الانديه بتدفع المستحقات بالكامل لاتحاد الكره. نعم. نمره اثنين، خلي بالك يمكن المبلغ اكثر من 25 مليون. حضرتك بتتكلم في الدوري الممتاز، الممتاز ايه؟ القسم الثالث والقسم الرابع، وعندك مسابقات بطوله الجمهوريه وبطوله القطاعات والبراعم، الحاجات دي كلها لحد دلوقتي كابتن اسلام لم تصرف من فتره، زي ما تحدث اكثر من 25 مليون جنيه للاسف الشديد. واحنا يمكن من خلال برنامجك والاستوديو قلنا الكلام دوت، ان من اهم تطوير اداء الحكام ودي اضعف شيء احنا بنتكلم فيه هي مستحقات الحكام كابتن. طيب يعني هل انا عارف ان حضرتك بتعلم الامور او امور كثيره داخل لجنه الحكام، هل هناك امل قريب في صرف حتى ولو جزء من مستحقات الحكام؟ بعد ما الاعلام اتكلم امبارح والسوشيال ميديا اتكلمت في الموضوع ده كابتن اسلام، ان شاء الله هيبقى فيه مبلغ تقريبا هيبقى من مستحقات الحكام تقريبا شهرين او ثلاث اشهر هيتم صرفهم قبل. ينفع تقول لي ما يوازي كام تقريبا؟ يعني ممكن يكون من 10 مليون تقريبا او 8 مليون هيصرفوا للحكام في الفتره اللي هي قبل. ده نأمل طبعا الكلام ده احنا من مصادر، ونأمل ان يا ريت يبقى نص المبلغ يا كابتن اسلام، لان الحكام فيه مشكله يا كابتن اسلام. طبعا ما هو خلي بال حضرتك احنا اسوان بروح اسوان رايح على حساب. نعم. انا النهارده انا راجل موظف في شركه، انا موظف انا بتقاضى مبلغ يعني على قد المصاريف البيت، وانت عارف طبعا كل البيوت ماشيه ازاي. عشان اروح اسوان وارجع رحله دي مش اقل من 2000 جنيه او 3000 جنيه لو ركبت الطياره او رحت بالقطار. عشان اروح اسوان او اروح سوهاج او اروح اسكندريه دي بتكلف الحكام مبالغ كبيره جدا. احنا بنتكلم يا كابتن اسلام على المستحقات، احنا لسه ما اتكلمناش في تطوير اداء الحكام. هسالك في موضوع المعسكر، ولكن دلوقتي معلش مره تانية، لانه الحقيقه دائما ما ننتقد او كثير من الاوقات بننتقد، انا شخصيا بنتقد اداء الحكام وبقول ان هم، لكن في ظل هذه الظروف يجب ان يكون هناك عداله حتى في توزيع الفلوس اللي ليهم. يعني انا دلوقتي عليا 25، لما زي ما حضرتك بتقول لو طلعت من 12 ل 15 مليون فده هيبقى شيء جيد، خصوصا ان الحكام دول يعني يستحقوا لانه بيبقى ليهم دور كبير جدا 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 في هذا الامر. هتقول لي يا عم ما انت بتنتقدهم على طول، ملهاش علاقه باللي انا بقوله. فهل ممكن يحصل ده قبل عيد الاضحى؟ كابتن اسلام احنا يعني كويس حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا، واعتقد ان البرنامج بيت الكبير متكتب كويس قوي، ومن خلال البرنامج بتاع حضرتك احنا زي ما قلت حضرتك انت قلت شيء مهم جدا، ولما تبقى قناه النادي الاهلي بتبقى حريصه جدا على ان الحكام ياخدوا مستحقاتهم، ودي حاجه جميله جدا على فكره. فمن خلال البرنامج الجميل بتاع حضرتك بنضم صوتنا وصوت حضرتك وبنقول ان احنا ان شاء الله نامل في الفتره اللي جايه قبل العيد ان يتم صرف على الاقل نص المبلغ اللي موجود، وده كابتن اسلام خلي بالك نفسيا كمان بيفرق كتير جدا طبعا الحكام. خلي طبعا بالك لان انا كحكم النهارده انا محتاج ان انا اتمرن، محتاج ان انا اطور من ادائي، محتاج ان انا اجهز نفسي. دي كلها محتاجه برضه مبالغ اعتقد هتبقى ان شاء الله. هنفضل بكره كمان وبعده كل يوم نسال عن هذا الامر لغايه ان شاء الله ما اتحاد كره القدم يستطيع، ولو ما عرفناش بقى نروح للنائب احمد دياب ونقول له، ونقول له يا سياده النائب رئيس رابطه الانديه، ونقول له يعني هو النهارده ابتدى يحل وابتدى بيقول ان هو بيحاول يحل مع اتحاد كرة القدم في موضوع الحكام. فنتمنى أن يكون برضو دور الرابطة مع اتحاد كرة القدم يكون لهم دور في هذا الأمر خلال الأيام القادمة. على الجانب الآخر
في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه المستحقات المتأخرة كان هناك أو هناك معسكر لإعداد الحكام بيحصل خلال هذه الأيام. إيه اللي بيحصل وكواليس هذا المعسكر؟ وحضرتك طالبت بريرة إن هو يكون موجود أو يكون موجود على الأرض بالفعل مع الحكام. طيب كابتن اسلام، اولا بحييك جدا جدا، يعني اولا لان لو حضرتك نرجع بس للحلقه اللي احنا عملناها انا وحضرتك وقلنا من اهم تطوير الحكام وانك انت تنزل ميدان الملعب. مفيش مدرب ابدا، لما لو بنتكلم على الكوره مفيش مدرب ابدا هيختار ال 11 لاعب من خلال المحاضرات النظريه يا كابتن. صحيح. وقلنا ان فيتور بيريرا قام الاوان ان هو ينزل ميدان اللعب لان كان عندنا مشكله في التحرك والتمركز وقراءه اللعب. واحنا شفنا في مباراه حصل فيها لعبه عملت مشكله كبيره جدا 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 وجي منها هدف، والهدف دوت كان مثار جدل ويمكن كل السوشيال ميديا اتكلمت. فالنهارده احنا بنقول اول مره، لاول مره فيتور بيريرا بيلبس الشورت وبيلبس الشيرت وبينزل في ميدان اللعب بيعمل حاجه اسمها التدريب العملي للحكام. يعني الاسلام ازاي الحكم يتحرك ويروح في المساحه الفاضيه، ازاي يبقى عنده قراءه بطرق وتدريب لعب الفريقين، زي ان هو ما بقاش موجود في محيط اللعب زي ما حصل في مباراه فيوتشر لو حضرتك عارف، وحصل الهدف اللي جه والكره اتصدمت بالحكم وكان فيها مشاكل كبيره جدا. هو كان المعسكر كان اتعمل على فوجين بدا 11. الحمد لله. اولا يا كابتن انت عارف احنا استفدنا ايه من الصور والمعسكر ده؟ انا شخصيا استفدت ايه؟ ايوه كابتن، استفدت ان انا عرفت شكل بريرا. لا والله، لا بص يا كابتن، لا انا عارف شكله طبعا، ولكن يعني اعتقد هو يا جماعه معلش هاتوا لنا الصور تاني، معلش يا كابتن كابتن ناصر معلش هنشاور للناس بس على بريرا يمكن مش عارفينه. اهو اللي واقف بشعر ابيض في النص ومشاور بايديه كده ده، خلي الصوره دي شويه يا شباب والنبي اللي عامل كده. بريرا معاه محمد فاروق، كابتن محمد فاروق انا عارفه اداني كان بيديني انذارات على طول مع مهند ضبا، دولت يمكن سيد مراد موجود دولت في الملعب، وفي كمان عندنا ايمن بجيش وعندنا مهند، ده في صور اخرى. لكن الصوره اللي قدامنا دي احنا بنقول ان بريرا او فيتور بريرا رئيس لجنه الحكام اللي هو لابس تيشيرت احمر وبيشاور بايديه كده، اللي واقف جنبه كابتن محمد فاروق. بالظبط. اول مره كابتن اسلام اول مره فيتور بريرا يرتدي تيشيرت والشورت، ودي احنا قلنا اكثر من مره في البرنامج وفي الفيلم التحليلي مفيش تطوير تحكيمي يا كابتن من المحاضرات النظريه. صحيح. ما حصلش في العالم ابدا ان في تطوير تحكيمي بيحدث من ان انا اقضي محاضرات. المعسكر ده مدته قد ايه يا كابتن؟ نعم فندم؟ المعسكر ده مدته قد ايه؟ المعسكر كان من 11/6 ل 16، اتعمل على فوجين كابتن اسلام. حلو جدا. كل فوج 30 حكم، وهم 30 حكم اللي هم النخبه اللي هم هيديروا المباريات اللي هي المتبقيه من الدوري العام. حصل فيها كابتن اسلام المعسكر. اتفضل. اتعمل فيه محاضرات نظريه عن الاخطاء وسوء السلوك، لمسه اليد. اتعمل فيه حاجه اسمها الماتش مانجمنت اللي هي اداره المباراه. ايضا اتعمل فيها حالات من الدوري المصري، يعني هم جابوا حالات من الدوري المصري اللي هي ما يجب تطويرها في الاداء التحكيمي وعرضوها على الحكام عشان الحكام ما تقعش في الخطأ. تمام. خلصوا المحاضرات النظريه يا كابتن اسلام وابتدوا ينزلوا الملعب يطبقوا الكلام ده في ميدان اللعب. ده اللي احنا كنا بنقوله وحضرتك كنت دايما بتاكد عليه، ان مفيش تطوير تحكيمي بدون ان احنا ننزل الملعب على ارض الواقع نشوف الحكام، نشوف هل الحكم جاهز بدنيا، هل الحكم عنده سرعه كويسه، عنده تمركز كويس، عنده رشاقه ومرونه، كل الكلام دوت في الفتره اللي فاتت حدث في معسكر بورسعيد. ده انا بتمنى يا كابتن اسلام من خلال برنامج حضرتك. احنا بنشتغل مع 30 حكم او 60 حكم. الكلام ده احنا محتاجين نشوفه في جميع فروع جمهوريه مصر العربيه اللي هم 27 منطقه فرعيه. بيتعمل الكلام دوت في جميع الفروع اللي احنا بنصور، مش بنصور بس حكام الدوري الممتاز. احنا كمان بنصور القاعده اللي هي تحت اللي هي ممكن نطلع منها حكام على مستوى كويس. طيب يعني انا بشكرك جدا يا كابتن ناصر على كل هذه المعلومات، كابتن ناصر العباس خبيرنا والمحاضر الدولي. يعني كنا حاطين لحضراتكم هذه الصورة أو ثبتنا هذه الصورة علشان تعرفوا مين هو فيتور بيريرا. أتمنى أن تكون هذه هي البداية مع صرف مستحقات الحكام المتأخرة. أعتقد أن ده من الممكن جدا جدا أن يكون هناك ارتفاع ملحوظ في مستوى الحكام، أو من المفترض يعني لو تم صرف
المستحقات المتاخره مع هذه المعسكرات ان شاء الله يكون في ارتفاع ملحوظ في مستوى التحكيم خلال الفتره القادمه، لانها فتره صعبه جدا ان شاء الله يبقى فتره فيها حسم الدوري الممتاز، ان شاء الله ايضا هنعرف مين الفرق اللي هتهبط للدرجه الادنى لغايه لما بقى يوصلوا لاسم الدرجه الادنى يعني. عموما دي كانت الاخبار اللي عندنا النهارده، ودي كانت الجزء الاول من هذه الحلقه، ولكن خلونا نروح سريعا لفاصل، وبعد هذا الفاصل اسطوره من اساطير كره الطائره في مصر وفي النادي الاهلي كابتن نهله سامح هتكون ضيفتنا في الجزء الثاني من هذه الحلقه بعد اعتزالها في للكره الطائره. هنشوف بقى هتتجه لايه، بتحب ايه، ما بتحبش ايه، هتدرب، هتبقى اداريه، هتروح هتعمل ايه، هنعرف من كابتن نهله ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، النهارده ان شاء الله في ضيافه البيت الكبير واحده من بنات النادي الاهلي من ابرز الاسماء في تاريخ لعبه الكره الطائره، ومتوجة بأكبر عدد من البطولات اللي ممكن لاعب أو لاعبة توصل لها في لعبة جماعية. دخلت النادي الأهلي وعمرها مش هقول لكم كم سنة دلوقتي، ولكن دخلت النادي الأهلي وهي عمرها 7 سنوات. النهاردة بعد قرار اعتزالها بنستضيفها في البيت الكبير أو في قناتها أو في بيتها داخل قناة النادي الأهلي. خليني أرحب بواحدة من أساطير الكرة الطائرة في مصر وفي النادي الأهلي، نهله سامح. ازيك يا كابتن نهله؟ اهلا بحضرتك. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. عامله ايه؟ كله تمام الحمد لله. كله كويس؟ الحمد لله. قبل ما نتكلم معاها هنطلع نشوف تقرير عن نهله سامح ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. نهله انا هبدا معاكي بقرارك الاخير وهو قرار الاعتزال. اللي انا افهمه او اللي انا عارفه ان انت كان عندك المقدره ان انت تقعدي على الاقل سنتين او ثلاثه كمان. طبعا يمكن القرار ده طبعا قعدت ادرسه فتره، يمكن بقالي يعني هقول مثال فاتت ان انا بدرس القرار ده، لكن يمكن الظروف ما ساعدتنيش السنه اللي فاتت ان انا اعتزل في وقت كان صعب شويه، كان نقطه تحول كبيره يعني مع الفريق، فكملت السنه دي وقررت ان السنه دي يكون ده انسب وقت وان انا اخرج فعلا وانا لسه قادر العب. اعتقد ده كان قرار صائب ان انا اخرج وانا لسه قادر العب، والحمد لله كان حتى مع المنتخب المصري كان المشرف على المنتخبات كان كلمني وكان حابب ان انا اكون، فانا يعني انا كنت حابه ان انا اعتزل في الوقت ده، يعني اعتزل وانا قد اكمل وانا في اعلى مستوى ليا يعني، وانا حتى الحمد لله قدرنا فزنا ببطوله الدوري وكاس السوبر، فكنت يعني اعتقد وكان حلمي من وانا صغيره ان انا ابطل وانا الحمد لله لسه قد يعني انت حاول البعض ان يثنيكي عن هذا القرار؟ اكيد طبعا، ويمكن حتى يعني مش عايزه اقول جوه مصر بس، لا يمكن كمان في مدربين بره مصر تواصلوا معايا ولاعيبه بيلعبوا قدامي في منافسه يمكن ما اتكلمتش معاهم، عشان دايما كان بيكون في منافسه طبعا زي ما حضرتك عارف يعني طبعا. مثلا فرق من تونس والكلام ده، اتفاجئت ان لقيت بعد القرار لقيت لعيبه كتير متضايقين من بره مصر، يعني حتى المنافسين ليا ابتدوا يكلموني قالوا لي احنا الخبر ده طبعا زعلنا جدا واحنا شايفين انك تقدري تكملي، ولكن انا حبيت طبعا ان انا يعني ادخل بقى تحدي جديد ان شاء الله. في سبب رئيسي خلاكي تعملي كده؟ لا بس انا حابه ان انا ان شاء الله يعني زي ما قلت لحضرتك ان انا كنت اخرج وانا الحمد لله في اعلى مستوى ليا، ان انا كنت قادره العب وان احنا الحمد لله كسبانين الدوري وكاس السوبر، وان انا ادخل بقى ان شاء الله تحدي جديد بقى ان شاء الله. يعني ايه التحدي الجديد اللي ممكن تخشيه؟ يعني زي ما انت بتقولي ان انت او انا بشوف ان القرار الاعتزال ده القرار الاصعب بالنسبه لاي لاعب في العالم جدا 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 يعني لانه يا اما بتجبر عليه او في حالتك انت بتفكري مليون مره، اعتقد يعني بقالك سنه اهو بتقولي بفكر في هذا الامر، وبالتالي هو قرار صعب جدا، فان انا اخد هذا القرار اكيد انا محدد لنفسي هعمل ايه. هو انا ان شاء الله ناويه ان انا ما اخرجش من النادي الاهلي، فابتديت ادعم شويه نفسي بكورسات طبعا، يعني خدت كورس كوتشنج ليفل 1 من الاتحاد الدولي وداخله خلاص كمان يومين ليفل 2 فني، ولكن انا برضو حابه ادخل ممكن حتى لو في حاجه هدخلها في الاداره، فانا حابه ادعم نفسي في الناحيتين وان شاء الله يعني ربنا يسهل، وانا يعني ناويه ان انا اخدم ان شاء الله النادي الاهلي بشكل مختلف عن ما كنت لعيبه ان شاء الله. طيب احنا عايزين نبدا الحلقه لما دايما الواحد بياخد مثل هذا القرار بيكون لازم اهله معاه في هذا القرار. انا واحد من الناس الحقيقه تفاجات، يعني انا يمكن بحس ان انا قريب شويه من النادي الاهلي واللي بيحصل داخل النادي الاهلي، ولكن تفاجات بمثل هذا القرار، وبالتالي
كنت محتاج اعرف خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا لما نهلة اتفقنا معاها ان هي تكون موجودة معانا، حاولنا ان احنا او انا شخصيا حاولت ان انا اعرف ايه السبب الرئيسي اللي خلاها تعتزل، لان انا عارف ان هي قادرة على اللعب على الاقل على الاقل سنتين كمان، ولكن اوكي هي عايزة تعمل كده، ولكن رأي اهلها، رأي باباها، رأي مامتها في هذا الامر ايه؟ خلينا نروح نشوف رأي والد ووالدة نهلة سامح، الأستاذ أو كابتن، بقى أنا هقول كابتن، صح، كابتن سامح عبد القادر، ووالدتها كابتن مديحة أحمد. صح. مديحة أحمد، أهلا بيكم منورين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ سامح، هعرفكم معانا كابتن نهلة سامح. ف مدام مديحه بقول لك قبل كده، متهيألي شافوني قبل كده، شفتوها قبل كده اعتقد. شفناها تقرب لنا من بعيد، يعني من بعيد قوي. ها اخبار حضراتكم ايه؟ مشرفينا ومنورينا على شاشه قناه الاهلي. الحمد لله، اهلا بيك واهلا بقناه الاهلي واهلا بالاهلي كله. يعني كابتن سامح، خليني اسالك الاول، هل حضرتك موافق كابتن نهله على اعتزالها؟ وبعد كده طبعا، او خليني اسال مدام مديحه الاول، لانه اعتقد هي يعني ليديز فيرست يعني، فخليني ابدا بمدام مديحه واسالها، اقول لها هل حضرتك موافقه على قرار نهله في اعتزالها؟ اه فعلا، الحقيقه يعني وقت مناسب جدا. لان هي يعني انا كنت يعني اعرف ان هي ممكن تدي اكتر كمان. تدي اكتر، بس يعني كده الوقت ده المناسب. أوكي. عشان الناس تبقى فاكراها بقوتها ولعبها يعني. كابتن سامح، اهلا، هل حضرتك كنت موافق على هذا القرار برضو؟ اكيد، لان أوكي. هي الحقيقه ابتدت من صغرها جدا جدا جدا، وقعدت فترات كبيرة في حياتها، والحقيقة كانت يعني حياتها الفل. يعني حتى الشغل، حتى كل حاجة، تقول لي يا بابا أنا ما أعرفش أشتغل، وبعدين أروح معسكر أو أروح ألعب ماتش أو أنا أحب أركز في كل حاجة عشان أديها حقها. فأنا بلعب فولي، أدي الفولي حقه، أخلص من الفولي أشوف بقية حياتي. فطبعا هي وصلت لمرحلة الحمد لله، مرحلة يعني ما فيش ناس كتير وصلت لها، فحست ان خلاص كده هي تبتدي دلوقتي بقى تعتزل وتبتدي تشوف الجزء الثاني من حياتها. كابتن نهلة، اول حاجة يعني كانت هتعتزل السنة اللي فاتت على فكرة. ما لسه كانت بتقول لنا هذا الكلام، ما انا كنت لسه هسألها، اقول لها اتفضل يا كابتن. الظروف اللي مرت بيها الفرقة. اعتقد ان ده قرار مهم جدا، ان انت تغييرات كثيره جدا حصلت في الفرقه السنه اللي فاتت، وخروج 4 أو 5 لاعبين من اللاعبين او من اللاعبات الاساسيات في النادي الاهلي. بالزبط. خروجهم كمان كابتن الفريق بيبقى له دور مهم جدا جدا يا كابتن نهله في هذا الامر، عشان كده انت فكرتي ان انت تقعدي سنه كمان. بالظبط، ويمكن انا يعني شفت ان انا طبعا يعني انا مسؤول عن الفرقه، بما اني كابتن فريق الفرقه كلها فيها ثقه، وما كانش هينفع ان 5 لعيبه من القوام الاساسي للفرقه فجأة مشيوا، وكمان هنزود يبقى لعيب سادس ومنهم كابتن فريق. فكان اعتقد ان ده هيكون صعب جدا على الفرقه، فانا لا، فضلت ان انا اكون معاهم وادخل التحدي السنه دي، والحمد لله اعتقد ان احنا كان بالنسبه لنا تحدي ناجح السنه دي يعني. طيب، باباكي ومامتك ساعدوكي ازاي طوال فتره طويله جدا جدا من سن 7 6 7 سنوات وحتى سنك الحالي؟ هم ليهم الفضل طبعا بعد ربنا. يعني يمكن انا اخواتي كانوا بيلعبوا طايره، فهم طبعا كانوا هم اللي حطونا على المشوار ده من الاول. هم كانوا مصممين طبعا ان احنا ندخل في الرياضه ونبقى ملتزمين بحاجه في حياتنا. فطبعا انا بشكرهم طبعا، هم موجودين معايا هنا، ويعني لولاهم طبعا ما كنتش هكون موجوده هنا النهارده يعني. فهم بصراحه كانوا ورانا، بنخلص مدرسه، يعني عايز اقول لحضرتك ان بابا كان بيستناني بره المدرسه بالعربيه يوديني التمرين، كانوا على طول معانا. يمكن حتى لما اخواتي كانوا بيتمرنوا وانا صغيره، قاعده على طول معاهم في الملعب، كنت بعمل مثلا الواجب بتاع المدرسه، ماما قاعده معايا بتخلص لي الواجب عقبال ما التمرين يجي. فكان عملوا مجهود يعني كبير جدا يعني معانا بصراحه. دور الام والاب اعتقد بيبقى دورهم كبير جدا، يعني مدام مديحه حضرتك طبعا الام، وبالتالي انت الاقرب
لبنتك، أهم المميزات اللي شايفاها في نهلة خلال فترة طويلة جدا جدا، بحيث إن هي وصلت. بقول لحضرتك إن إحنا لما جينا نعمل أو نشوف إن نهلة مثلا جاية معانا ضيفة ومين اتكلم عنها، لقينا ناس كتيرة جدا جدا وناس كتيرة جدا جدا كانت زعلانة إن هي بطلت، وبالتالي عايزين نعرف كانت حياتها ماشية إزاي، كانت أمورها ماشية إزاي، حضرتك كنت بتعملي معاها إيه، والدها كان بيعمل معاها إيه. الحقيقة يعني إحنا يعني كرياضيين حبينا إن إحنا ولادنا يقبوا كده زينا يعني، فمن صغرهم والله من كيجوان وهم في الرياضة ماشيين معاهم واحدة واحدة، أخدهم كلهم يعملوا الواجب بتاع المدرسة في النادي، وكان المدربين يشوفونا أنا فاكرة كابتن رؤوف كان يقول لي إيه، الله يكون في عونك أنت بتاخدي كل واحد واحد شوية بشوية. والله فالحقيقة يعني إحنا بس هم ساعدونا بمستواهم من صغرهم، وهم كانوا مميزين وموهوبين الحقيقة يعني. يعني احنا ما تعبناش في ان احنا ان هم يتصعدوا، هم تصعدوا بمستواهم. طبعا مستواهم الحقيقة، وكان كل والله وقبل مستواهم اخلاقهم الحمد لله يعني. يعني انا علمتهم انهم يحبوا زمايلهم ويتمنوا لهم الخير على طول، فيعني الحمد لله طلعوا على نفس الريتم ده يعني. طيب كابتن سامح، انا هسألك سؤال مهم جدا، وهو سؤال لانه الحقيقه للاجيال القادمه، انا عارف اجابته الحقيقه، ولكن هو سؤال للاجيال القادمه، لانه احنا برضو من خلال وجودنا في قناه النادي الاهلي بنحاول نعلم الاجيال القادمه يعني ايه انتماء للنادي الاهلي. فسؤالي هيكون واضح، لو كان جه لنهله عرض خارج النادي الاهلي، مش هسمي نادي ولكن من نادي اخر، وجه عرض لنهله وقد ممكن تكون نهله فكرت فيه وجت سالتك، كنت هتقول لها ايه؟ يعني بدون تفكير لا. يعني يمكن في السن الصغير حتى او في البدايه اي منظومه رياضيه انا بشبهها بمثلث ثلاث اضلاع. ايوه. الضلع الاول ان نادي ناجح، مجلس اداره ناجح، فيه اجهزه، فيه مدربين، فيه نظام، فيه منظومه كامله. تاني حاجه اولياء امور بتساعد ولادها. تالت حاجه لعيب مجتهد. لما توقع مرحله من دي مش هتوصل انك تطلع لاعب. فالنادي الاهلي فيه المنظومه، فيه النظام، فيه المدربين، فيه مجلس اداره محترم، فيه كل حاجه تقدر تقولها في البند الاول او في الضلع الاول اللي انا قلته. مهما كانت المغريات فدي ما بتبقاش موجوده مهما كانت. هم جالهم على فكره ما بيقولوش. ايوه ما انا على فكره جالهم عروض ومحدش عرف عنها حاجه. فده اللي انا بقوله يعني. اللي انا بقوله الضلع الاول في المثلث، وده اهم ضلع عشان يطلع لاعب متمثل اعتقد في النادي الاهلي نمره واحد. طيب نهله برضو نفس السؤال، انا عارف طبعا الاجابه وكل حاجه، ولكن دورك التعليمي، ان احنا دلوقتي الناس بتنظر لنهله واحده من اساطير كره الطايره سيدات في النادي الاهلي في مصر وفي النادي الاهلي، وبالتالي انا عارف ان جه واتعرض عليكي، وخصوصا السنه اللي فاتت تحديدا او بدايه السنه اللي احنا فيها يعني اللي هي خلصت، اتعرض عليكي امور كثيره جدا، وقد تكون المبالغ الماليه اكبر من اللي انت بتاخديه، ومش السنه دي بس، وحصلت قبل كده انت واختك شريهان. ولكن اشرح لنا برضو اللي حصل في هذه الامور، ولماذا اتخذتي قرارك بان انت تكملي مشوارك في النادي الاهلي؟ هو انا يمكن فعلا انا وشريهان جالنا عروض يمكن كان ضعف العقد بتاعنا في النادي الاهلي او اكتر، ولكن احنا حتى يمكن مجرد لما يعني حد بيتكلم معانا في القصه دي احنا كنا بنرفضها، حتى احنا ما دخلناش الموضوع رسمي او قلنا احنا جايلنا عرض، حتى واحنا لسه بنجدد عقود احنا حتى ما كناش بنستغل الحاجات دي. في لعيبه اعتقد بتستغل الحاجات دي
وقت تجديد العقود، لا احنا من نفسنا رفضنا اللي هو لا نهله وشيوهان، احنا اولاد نادي الاهلي. تاني حاجه يعني في دايما لعيبه بيكون اسمهم مرتبط بالنادي، الحمد لله، وده شرف ليا ان انا من الناس دي، ان انا اسمي مرتبط نهله لعيبه النادي الاهلي. ما كنتش هشوف نفسي خالص في نهله لعيبه اي نادي تاني حتى لو بره مصر، يعني كان برضه بيجي لي عقود بره مصر، ولكن انا كنت مفضله ان انا افضل في النادي. ودايما يعني انا زي لما بقول لاي حد، هو الموضوع مش فلوس بس، يعني حتى بابا كان لسه بيتكلم في نادي ناجح، يعني هو النادي انا وصلت لهنا ليه، وصلت بكم البطولات ده ليه، عشان كنت مع النادي الاهلي طول مسيرتي الحمد لله، وقدرت احقق كم البطولات ده. ما كنتش عمري هوصل للرقم ده او للانجاز او للكلام ده كله لوحدي او في نادي تاني، كان مستحيل يحصل الكلام ده. بس فطبعا يعني الموضوع مش بيكون فلوس بس، فانا طبعا كنت لا برفض، وانا كمان انا مرتبطه شويه عاطفيا بالنادي الاهلي يعني زياده مش شويه. انا بشوف طبعا الكلام اللي حضرتك قلتيه ده كله كلام رائع جدا، ولكن في نفس الوقت الاثنين اللي امام حضراتكم، وهنا انا بخاطب كل جمهور النادي الاهلي، الاب والام، الاب والام، الام والاب لهم دور كبير جدا 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 في وجود هذه النجمه وهي قاعده امام حضراتكم وبتتكلم بهذا الشكل الحقيقه. عشان كده انا اصريت الحقيقه النهارده ان هم يكونوا موجودين معانا، علشان نقول لهم بالفعل انتوا عرفتوا تربوا. اعتقد ان كل الامور او السنوات العمر اللي تعبتوا فيها خلال عمركم كله اعتقد باينه جدا. اخيرا يا كابتن سامح، يا مدام مديحه، لو حضراتكم عايزين تقولوا اي حاجه لنهله او كابتن نهله وهي قاعده امام حضراتكم، اي حاجه حضراتكم عايزين تقولوها اتفضلوا. انا عاوزه اقول لها ان شاء الله ربنا يوفقك في حياتك الجايه، وولادك بإذن الله هيطلعوا زيك مخلصين للمكان اللي هي هيلعبوا فيه، وهيطلعوا لأنك انت اللي هتربيهم، لأنك انت فعلا مثال يعني ناجح في كل حاجة. أنا فخورة انك انت بنتي يعني. كابتن سامح اتفضل. أنا بقول لها أشكرك، أشكرك وأشكرك وأشكرك، لأنك أسعدتيني زي ما أسعدت جماهير كتير جدا سواء على مستوى النادي الأهلي أو منتخب مصر. ولا تتخيل مدى سعادتي، كانت كل ما تحقق بطولة أو تكسب ماتش أنا كنت ببقى يمكن فرحان أكتر منها. فأنا بشكرها وبتمنى لها التقدم في حياتها والصحة والسعادة، وربنا يكرمها ويوفقها وببعت لها احلى بوسه. انا اللي بشكرك جدا يا فندم على وجودك معانا، شكرا جزيلا يعني كابتن سامح. انا اللي بشكرك جدا مدام مديحه، بشكركم جدا 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 بجد، انا شرفت بوجود حضراتكم معانا، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طيب الاب والام بهذا الشكل وبهذا المعنى حاجه جميله جدا جدا. خلينا نطلع نشوف ماذا قال جمهور النادي الأهلي عن كابتن نهلة ونرجع نكمل مع حضراتكم، ولا فاصل؟ طيب نروح نشوف ماذا قال جمهور النادي الأهلي عن كابتن نهلة، وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل هنكمل مفاجأتنا لكابتن نهلة، ولكن بعد ما نشوف رأي حضراتكم في نهلة إيه؟ طبعاً كابتن نهلة من العناصر الأساسية اللي كانت موجودة في النادي من فترة كبيرة جداً، وطبعا احنا بنشكرها على الفتره اللي قدمتها، لان طبعا هي تعتزل وتعتزل ومعاها رصيد كبير جدا من البطولات اللي احنا بنشكرها عليها، ونتمنى لها التوفيق في الجاي ان شاء الله، وربنا يوفقها باذن الله. اقول لها ربنا يوفقك، واتمنى ان شاء الله الايام الجايه تدربي في الاهلي وفي منتخب مصر. احب اقول لها مبروك يا كابتن نهله، وعايزين ان شاء الله نشوفك في النادي الاهلي دايما، وانت قدوة يعني للبنات، وربنا يوفقك ان شاء الله. اقول كابتن نهلة، طبعا اللي حضرتك عملتيه بالنسبة للنادي الاهلي وبالنسبة لينا كاعضاء في النادي الاهلي يعتبر تاريخ وفخر لكل واحد مننا. طبعا حضرتك النهاردة هتقومي في مرحلة تانية من حياتك، نتمنى وجودك معنا في النادي، ونتمنى لك النجاح في كل حاجة سواء كانت شخصية أو إذا كان مهنية في الرياضة بعد كده. شكرا جدا للفترة اللي أنت هنا قضيتيها في النادي، وشكرا لإنجازاتك، وأتمنى لك الخير في أي حاجة أنت عايزاها في حياتك. إن هي كانت قدوة لينا وإحنا سعداء بيها، ونتمنى لها الخير في بقية حياتها. والله أتمنى لكابتن نهلة التوفيق في اللي جاي إن شاء الله، وربنا يوفقها في اللي جاي وعلى كل اللي قدمته للنادي الأهلي وكده.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. عايز ابدا معاك من الاول يا نهله عشان برضو الجمهور يبقى عارف بدايتك في الكره الطايره. ليه خدتي او ليه اخترتي الكره الطايره؟ من الواضح ان الوالد والوالده من الجمعيه العموميه اللي موجوده في النادي الاهلي من وهم صغيرين لغايه دلوقتي. انا يمكن بابا كان بيلعب باسكت فبالتالي كان باسكت بس موجود في النادي على طول. ليه اخترتي الطايره تحديدا يعني؟ انا بصراحه كان اختي وشيهان واحمد اخواتي كانوا لعيبه مميزين جدا جدا وهم صغيرين، هم اكبر مني، انا اصغر يعني انا الاخت الصغرى ليهم، كانوا مميزين جدا. فانا يعتبر انا اتولدت اللي هو لسه مش بعرف امشي وقاعده ماسكه كره الفولي جنبهم في الملعب وهم بيتمرنوا. فطلعت طبعا عايزه العب كره طايره وعايزه طبعا ان انا اطلع زيهم وابقى يعني مميزه في الكره الطايره. فيعني يمكن انا حتى لما دخلت الفريق انا بتهيألي ما اتعلمتش، انا كنت متعلمه لوحدي يعني من كنت ما انا قاعده بالكوره في الملعب وبحاول اقلدهم يعني. استفدتي من شريهان في الامر ده؟ طبعا كتير كتير جدا، ساعدتني كتير. كمان انا لما اتصعدت في سن صغير جدا، كان يعني ما بين كان عندي 13 او 14 سنه اتصعدت الدرجه الاولى في سن صغير جدا. فاللي كان مساعدني ان هي فوق يمكن حاجه كانت مطمناني يعني، دايما بيكون في رهبه لما لعيب صغير بيتصعد للدرجه الاولى. كمان كان في طبعا لعيبه طبعا جامدين جدا منهم كابتن تاني توسون يعني. لسه كنت هقول لك تاني توسون دي واحده من الاساطير يعني، انت لحقتي برضو وكابتن منعم يعني مجموعه كبيره اعتقد من الاسماء الكبيره جدا اللي كانت موجوده في الوقت ده، انت لحقتيهم شويه. لحقت كابتن توتو وكابتن يوسف اخت كابتن منى، لحقت طبعا منى عدلي ميول صايا كابتن نجلاء يعني طبعا يعني لعيبه كتير طبعا مش عايز انسى حد منهم، بس طبعا كلهم كانوا اساطير يعني، وكان حلم طبعا ان انا العب جنبهم. فطبعا كان بيكون في رهبه شويه، فشيهان الحمد لله هي كانت لعيبه الحمد لله مميزه. لا لعبت مع شيهان كتير، لعبت شيهان وقت طويل. انا كتير يمكن اكتر من 12 سنه في الاهلي وفي المنتخب يعني، حتى الحمد لله في المنتخب اتصعدت برضه في سن صغير درجة أولى وأنا عندي 16 سنة 17. 2016 يعني 2017 لغاية شيهان اعتزلت بعد سيزون 2015. أوكي. اعتزلت بعد السيزون ده، فأعتقد من 2004 و2003 وأنا بلعب معاها الفترة دي كلها في النادي الأهلي، وفي المنتخب اتصعدت درجة أولى من 2006. ويمكن حتى لعبت مع شيهان وهي شابات منتخب يعني، حتى لحقت شيهان وهي في الشابات. يمكن انا كان سني اصلا حتى مش جايب منتخب الناشئات، ولكن الحمد لله دخلت على الشابات يعني، لعبت مع السن الجيل اللي اكبر مني جيلين مثلا. طيب كابتن شريهان مساء الخير. كابتن اسلام مساء الخير. نور هسالك نفس السؤال، تعرفيها برضو ولا ما؟ مش قوي عشان ما لعبتوش مع بعض كتير يعني. شويه غير ان انتوا اخوات. غير ان انتوا اخوات يعني. لا ده احنا عشره. عشره اوضه واحده. ده اوضه واحده يعني، احنا كنا من غير ما يسالونا بيحطوني انا ونهله، يقولوا لنا طب انتوا قاعدين مع بعض في البيت. صحيح. قعدوا كمان في المعسكرات والبطولات اقول لهم ما فيش، احنا قاعدين على طول مع بعض الحمد لله من اول ما طلعت. طب يا نهله ما كانش يعني ده طبيعي ان انت انا عايزه اقعد معاها برضو، او هي عايزه انا اقعد مع اختي؟ فبرضه بتكون راحة يعني، الواحد حاسس انه في بيت كمان معسكرات كتير. طبعا في فترات ممكن مش مع بعض، بس اغلب الوقت لا، الواحد ده طبعا هيكون مستريح لو قاعد مع اخته طبعا في الاوضه يعني، وبالذات ان احنا كان ممكن معظم السنه احنا في معسكرات. فالواحد اصلا بيته وحشه. فيمكن الواحد بيحس انه في البيت. الواحد يحس انه في البيت، وبالذات كمان ان انا كنت صغيره. الحمد لله شيهان يعني ساعدتني طبعا كتير زي ما كنت لسه بقول لحضرتك يعني. فاللي هو انا كنت بتحامى فيها برضه. ايوه كان هي الاخت الكبيره بقى، فهي هي الكبيره في الموضوع، فهي اللي بتخلص كل حاجه. بتحامى فيها. كابتن شيهان برضه سؤال مهم جدا، هل حضرتك كنت موافقه على اعتزال نهله في هذا التوقيت وهي كانت قادره ان هي تقعد على الاقل سنتين كمان؟ يعني انا طبعا حياتي عارف لعيب كبير، وحياتي عارف طبعا ان اتخاذ الموقف ده صعب ازاي. بس انا كنت معاها طبعا انها دلوقتي وهي قادره ومستواها الحمد لله كويس ومحققه بطولتين الحمد لله في ظل الظروف الصعبه اللي الفريق عدى بيها. فلا انا كنت مدعماها، مع اني في النص كده يعني. أيوة. انا رجعت كده شويه لما لقيت الجمهور وصحابها وكده، كنت هقول لها يعني ها يا نهلة رجعي، وبعدين قلت خلاص ربنا يكرمها في حياتها الجاية وتخدم النادي في مجال تاني إن شاء الله. وربنا يكرمها وتبقى برضو تفضل تقدم إنجازات في مجال تاني إن شاء الله. في وسط المكان أو في الوقت اللي حسيتي فيه إن هي
او ان انت عايزه تقعدي معاها وتقولي لها كملي، ده كان بسبب ايه؟ بسبب ان صحابها واصدقائها وصحابك واصدقائك بيقولوا لها كملي، ولا لان كانت الظروف الفتره اللي فاتت في النادي الاهلي كانت محتاجه وجود نهله؟ هي الفترة اللي فاتت نهلة فعلا قالت ان هي عايزة تعتزل السنة اللي فاتت، بس احنا بقى ساعتها كلنا ما حدش يعني دعم في القرار ده، لان حضرتك عارف طبعا ظروف اللي حصلت في الفرقة. أيوة. فكان وجود نهلة مهم جدا جدا جدا، انها تلم الفريق وانها يعدوا زي ما بيقولوا يعني من الظلمة اللي حصلت. صحيح. دي والحمد لله بالظبط بالظبط، وهي بالظبط ما شاء الله يعني قامت بالدور ده على احسن وجه الحمد لله. وانا يعني اللي خلاني ارجع اقول لها كده السنه دي شويه احساسي حضرتك عارف انا معاهم في الجهاز. أيوة. فالفرقه لقيتهم محتاجينها ازاي، ولحد اخر وقت بيقولوا لها لا ارجوك يا نهله خليكي معانا، احنا بنبقى مطمنين بس بوجودك يعني. وطبعا شفت حب الجمهور وحب النادي الاهلي وكل القيادات اللي موجوده ازاي يعني بيدعموها وبيشكروها. بس الحمد لله بقى اخذت القرار وكلنا معاها وربنا يكرمها في اللي جاي ان شاء الله. انا حاسس ان انت مستريحه على فكره يا نهله، يعني انا حاسس ان انت لا يعني انا دايما شفت لعيبه كتيره جدا خدوا قرارات اعتزال، كنت بحس ان اللعيبه دي انا كنت واحد منهم، انا كنت ببقى متضايق قوي وكنت اقول لمراتي بقول لك ايه ما سيبيني ما انا مش عايز انا عايز اكمل بس مش عايز، فاهمه؟ لا انا حاسس ان انت مستريحه. هو قرار صعب جدا. قرار صعب جدا، وبالذات يعني ممكن اكون انا فعلا قاعده بتكلم فيه من بدري وهيأت كل اللي حواليا ان انا هاخد القرار ده في الوقت مثلا هاخد القرار ده في دلوقتي، ولكن لما الموضوع دخل بقى في الجد انا نفسي طبعا اتأثرت من جوايا بسبب ان انا حياتي كلها كانت جوه النادي الاهلي في الملعب الكره الطايره، يعني ما كنتش بعمل اي حاجه في حياتي غير ان انا في التمرين في الماتشات كنت بهيأ كل حاجه في حياتي تخدم الكره الطايره. فطبعا قرار مش صعب يعني مش سهل، ولكن في نفس الوقت انا حتى لما بفكر انا الحمد لله عملت اللي اقدر عليه كل اللي اقدر عليه يعني اقصى حاجه الحمد لله. وكمان يعني حتى من ناحيه الفريق من ناحيه البنات اللي معايا في الفريق من ناحيه زمايلي والجهاز الفني والنادي الاهلي انا حتى من جوايا او اي حد معايا بيبقى عارف ان انا ببقى عايزه ادي اقصى حاجه عندي. فانا الحمد لله انا ما كانش عندي اكتر من كده، فدي حاجه مريحه ضميري يعني. لا والله يعني انا يعني انا حتى الفرقه لما كانوا بيتكلموا معايا قلت لهم انا مش هسيبكم حتى لو انا فين، انا هفضل وراكم ومعاكم وبدعمكم في اي وقت ومعاكم في كل وقت. اصبحت مشجعه مثلا لغايه لما بالظبط بالظبط. بس احساسي اللي مخليني اللي انا راضيه على الوقت ده ان انا عملت اللي عليا او اللي اقدر عليه اقصى حاجه اقدر عليها، انا ما قصرتش يعني. وحتى يعني انا برضه بقول للجمهور ان انا فعلا يعني حتى ما بيني وما بين نفسي حتى لو بكسل حتى يعني حتى زمايلي اللي معايا في الفريق ممكن اكيد عارفين ان انا حتى في اوقات لو انا مصابه او تعبانه او حتى في التمرين انا ما كنتش بتكاسل عامه، عشان انا يعني انا فعلا زي ما بابا كان بيقول انا كنت رافضه ان انا ادخل في اي حاجه غير الفولي عشان اديها كل حاجه اقدر عليها. بس فده ما يحلي ضميري شويه ان انا خلاص الحمد لله يعتبر اديت رسالتي كلاعيبه وبس، فده مريح ضميري فمخليني مستريحه شويه. بس طبعا جوايا حزن ان انا هبعد عن حاجه انا حياتي كلها فيها، ولكن يعني تعتبر دي سنه الحياه وان شاء الله يعني في اجيال كمان جايه وان شاء الله هيكسروا الدنيا ان شاء الله. كابتن شريهان في الوقت ده الاخت بتيجي لاختها الاكبر وتسالها تقول لها انت لما بطلتي ايه اللي حصل؟ لانه حياتها كلها او حياه اي لاعب او اي رياضي بتبقى عباره عن ايه؟ تمرين، يروح ينام، ياكل، معسكر، راجع بالتمرين، رايح التمرين، يعني حتى الشغل زي ما هي بتقول او حتى التعليم كمان بيبقى في المستوى الثاني او الثالث تقريبا يعني في الحياه. صحيح. فلما جت سالتك اكيد انا ما اعرفش بس اكيد جت سالتك السؤال ده قلت لها ايه؟ قلت لها بصي يا نهله القرار مش سهل، لان هي فعلا كمان زي ما هي بتقول نهله يمكن اكتر مني ومن احمد، يعني احمد اخويا برضو لعيب طايره في الاهلي والمنتخب برضو، بس نهله بالذات مش عايزه اقول لحضرتك كانت بتعمل، نهله كانت بتنام وتقوم تحلم بالفولي، كانت بتلعب فولي هنا في البيت، فالفولي بالنسبه لها كان حاجه ثانيه يعني اكتر مننا كلنا. فانا كنت عارفه من قبل ما تاخد القرار ان الموضوع هيبقى بالنسبه لها هيسيب فراغ جامد جدا جدا. فانا كل اللي قلته لها قلت لها نهله القرار مش سهل وصعب،
بس دي سنة الحياة، وأنا عارفة إن الموضوع هيبقى سايب جواكي فراغ شوية، لأن نهلة كمان مش من الناس اللي هي على طول مثلا بتخرج أو كده. نهلة كانت من التمرين طول حياتها في النادي، تخلص التمرين تبقى قاعدة لو بتعمل حاجة زيادة. فقلت لها أنت هتخلصي وإن شاء الله هتكملي في الأهلي في مجال تاني، فأنت كده كده مش هتسيب الفولي، فده أحسن وقت إن أنت تبطلي فيه وتتجهي لخدمة النادي الأهلي في مجال تاني برضه إن شاء الله يشغل وقتها، وتطلع حبها للكرة الطايرة والنادي الأهلي في المكان الجديد اللي هتبقى فيه إن شاء الله. أخيرا يا كابتن شريهان، لو حابة تقولي رسالة من خلال البيت الكبير هتقولي لكابتن نهلة إيه؟ عايزة أشكرها وأقول لها أنت أديتي اللي عليكي وأكتر يا نهلة، وعملتي إنجاز ما تعملش، وإن شاء الله تكملي الإنجاز ده في أي مكان تمسكيه إن شاء الله. وإن شاء الله أنا عندي زياد وسيف ولادي مكملين المسيرة إن شاء الله، بيلعبوا طايرة وهم فخورين بيها جدا في كل مكان. جنبك ولا مش جنبك؟ إن نهلة خالتهم. جنبك؟ هم جنبي. هتيجوا؟ طب امال يعني طب ازاي كده والنبي؟ ده كلام يا جماعه يعني، ده دول الاساس. يلا هتيجوا يقولوا لنا كلمتين، يقولوا النهله كلمتين. اتفضل زياد وسيف. حالا حالا تعالى. طيب. سيف وزياد مهم جدا اعتقد. زياد وسيف اعتقد بيبقوا عاملين لك اي سيفو. اهلا اتفضلي. قولي ده مين فيهم؟ سيفو. ده سيف الصغير وزيزو بقى في فريق الطايره. سيف صغير. سيف الصغير وزيزو الاكبر في فريق الكره الطايره في النادي. عايز زيزو. يلا ده سيفو. ده سيفو. هاي سيفو. زيزو. يلا كلمنا زيزو. نعم. ازاي شايفينها؟ شايفين بعض ولا؟ ردي ردي عليه. زيزو. نعم. بتحب الفولي؟ الو بتحب الفولي يا زيزو؟ اه. تطلع ان شاء الله لعيب جامد. ايوه. تحب النادي الاهلي قد ايه يا زيزو؟ ان شاء الله. ايوه. تحب النادي الاهلي قد ايه؟ بتحب الاهلي قد ايه؟ قد الدنيا. يا حبيبي. يا سيفو. سيفو تحت شقيبه. سيف بقى. اه اديني واحده سيف برضو. الو. يا حبيبي ازيك؟ قول يا سيف اهلي. أهلي. أهلي كان في الاستاد بيشجع. كان على طول مشجع بالدم والروح. أفكر مش هتروح. قلت إيه؟ أو أهلي. أهلي. قول يا زيزو. سهلة. أيوة أنا سامعاك. قول أهلي. كان إيه؟ أفريقيا مش هتروح. قول. قول بالدم بالروح. بالدم بالروح. أهلا. أيوة حبيبي يعني شكرا جدا. انا بشكرك جدا يا كابتن شريهان، وبشكر زياد وسيف جدا 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 على وجودهم معانا. بشكرك وان شاء الله نراك قريبا ان شاء الله. شكرا جزيلا ان شاء الله. ميرسي لحضرتك. شكرا كابتن اسلام. شكرا جزيلا. شكرا. لطيفه جدا زياد وسيف وشريهان وباباكي ومامتك. العيله جميله جدا. ربنا يخليكم لبعض. طيب اللي جاي بتفكري في ايه؟ انت وانت قاعده بتفكري في ايه؟ الناحيه الفنيه اه والكلام اللطيف ده، لكن هل فكرتي مثلا تعملي حاجه في اتحاد الطايره باسمك الكبير؟ يعني ما اعتقدش ان في حد في عموما بشكل عام واخد 51 بطوله في يعني انا لما عملت سيرش وقعدت ادور وسالت هنا وهنا وهنا مفيش حد واخد 30 بطوله حتى. انا فعلا انا ساعت وقت ما اعلنت الاعتزال لقيت باشمهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد الطايره بيتصل بيا بيقول لي انت متاكده من القرار ده؟ بقول له ايوه. طب ليه في ايه؟ طب يعني حتى إيه قعد بصح قعد يتكلم معايا وقال لي ان شاء الله يكون ليكي دور ان شاء الله. قلت له طبعا يعني انا يعني في خدمه الكره الطايره طبعا كلها، بس يعني لسه دلوقتي طبعا الدنيا مش واضحه، وانا ان شاء الله يعني زي ما قلت انا حابه اخدم النادي الاهلي طبعا برضو يعني خلاص كلعيبه حاول عايزه بقى اخدمه ان شاء الله في مكان تاني يعني ان شاء الله. طيب على فكره انا ممكن المكالمه دي ابقى انا براها، يعني مش لازم تجيبوا صورتي خالص. انا عايز نهله تتكلم وتقول الو، هم يتكلموا مع بعض بقى، هي اللي تسال وهو اللي يسال، تشوفوا مع بعض هتعملوا. اتفضلي قولي الو واتكلمي. الو. الو. ايوه. عارفه انت الالو طبعا. عارفه الالو. ما تقدريش تقولي حاجه ثانيه. عارفه الالو. يا دكتور مساء الفل. مساء الخير يا دكتور.
مساء النور يا كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ الحمد لله، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام تمام الحمد لله. دكتور احمد؟ ايوه دكتور احمد، طبعا هو خطيب كابتن نهل. اهلا بحضرتك، ازيك يا دكتور؟ والله الحمد لله تمام، كله كويس والدنيا كويسه. تمام الحمد لله. السؤال المعتاد، هل حضرتك كنت موافق على قرار كابتن نهله في اللي اتخذته باعتزالها؟ والله بص والله حضرتك، يعني نفس برضه اللي هي قالته السنه اللي فاتت. نفسي حد يقول ما انا بسال السؤال هو. انا فعلا حاجه يعني انا فعلا ببقى العيله وطبعا وخطيبي، انا فعلا ببقى مدخلاهم في اقل تفصيل، انا بحب اخد اراء يعني الاراء في الاخر ونشوف ايه الافضل يعني. فطبعا انا صدعت، وفي الفتره اللي فاتت دي بالذات يعني احمد طلع عينه شويه معايا الفتره اللي فاتت، فطبعا يعني هو عارف القصه كلها يعني. اتفضل يا دكتور. لا حضرتك عارف يعني في جميع الحالات احنا اكيد هدعمها في اي قرار هي تاخده، بس يعني يعتبر ده انا شايف برضه وجهه نظري ده وقت مناسب جدا. هي زي ما تقول كده ادت الدور اللي عليها اعتبار السنين اللي فاتت مع النادي، وخصوصا كمان الموسم اللي فات كان موسم صعب قوي على النادي بالظروف اللي حصلت، فاعتقد هي يعني شافت ان هي ادت الرساله بتاعتها كلاعبه جوه النادي، وان شاء الله بقى ربنا يكرمها باذن الله في الخطوه اللي جايه باذن الله جوه النادي يعني. يعني شايف ال 51 بطوله ان رياضي او نجم في كره الطائره او نجمه في كره الطائره وتاخد 51 بطوله حاجه كبيره جدا جدا، كيف تنظر انت بقى لهذا الامر؟ انا عارف ان انت لك علاقه في ما بين الاتحاد الدولي للكره للريشه الطائره يعني انت رجل رياضي وتعلم ايه الامور ماشيه ازاي، بتنظر للي هي بتعمله ده ازاي؟ او اللي هي عملته اوريدي يعني. الرقم ده من وجهه نظري يعني ده رقم مخيف جدا، رقم مرعب يعني. حقيقي. ما اعتقدش ان في حد يعني في العاب كثيره ان هو يقدر يوصل للرقم ده ويوصل لكم البطولات وكم الانجازات ده حتى مع نادي او مع منتخب او سوايفر في اي لعبه من الالعاب. فده رقم في حد ذاته رقم محترم جدا، وشايف ان ده يعني تاريخ كبير ليها كلاعيبه. ناس كثيره محتاج تعرف حاجه زي كده، ان في لعيبه قدرت على مدار حياتها تقدر تكسب كل البطولات اللي هي شاركت فيها بغض النظر عن المغريات اللي حصلت وكل العروض اللي كانت بتجيلها، لا هي فضلت محافظه على انتمائها ولها جوه النادي، وان هي قدرت تحقق كل الانجازات دي جوه النادي الاهلي. طبعا ده حاجه يعني مشرفه جدا وحاجه قويه جدا يعني. وده عنوان حلقه النهارده، انه لما بتكون او اخلاقك ومبادئك وحبك وانتمائك للنادي الاهلي، النادي الاهلي اعتقد بيكرمك افضل تكريم يا نهله من خلال حب الجمهور، يكفي حب الجمهور يعني. بالظبط، يمكن يعني انا بعد قرار اعتزالي ولما طلع رسمي اتفاجئت بكم رسائل رهيب، يعني الجمهور الاهلي زي كان بيحتفل بيا فعلا. انا الموضوع ده اثر فيا جدا وكان فوق ما اتخيل يعني. انا ما كنتش متخيله ان هلاقي كم الجماهير دي، ولغايه النهارده بينزلوا لي فيديوز وصور يعني الحمد لله. يمكن انا يعني ما كنتش متوقعه بصراحه الجمهور يعني ان يحتفل بيا بالطريقه دي يعني. فانا سعيده يعني، وسعيده ان انا يعني وشرف ليا ان انا في النادي الاهلي وكملت فيه، وعرفت ده كمان دلوقتي لما اعتزلت. طبعا دكتور، لما كانت نهله بتلعب مباريات كنت بتتفرج على المباريات دي، ولا انت من النوع اللي ما بتحبش تتفرج على المباريات؟ لا اسالها، انا كنت يعني في الملعب. كنت بتروح الملعب؟ طبعا. شفت يعني المباريات الاخيره ازاي؟ يعني الاخيره في الماتشات النهائيه. ايوه كنت موجود معاها في الملعب طبعا. المنافسات الاخيره او الفتره السنتين اللي فاتوا دول تحديدا او السنه اللي فاتت تحديدا، المنافسات كانت صعبه جدا، كنت شايف المنافسات دي ازاي؟ وكان دور نهله كنت شايفه ازاي جوه الملعب؟ بص حاجه تاني، هي طبعا فكره ان اللعيبه اللي مشيت من النادي وراحت نادي تاني كان قوام اساسي، دي عملت اكيد شويه هزه في الفرقه طبعا. بس احنا كنا واثقين يعني، كنا واثقين ان هي يعني كابتن نهله برضو عندها من الخبرات الكفايه ان هي تقدر تلم الفرقه بتاعتها، وان هي تقدر تشجعهم وتفوش عليهم ان هم يقدروا باذن الله يوصلوا السيزون بشكل كويس. وقد كان في النهايه ان هي لحد ما وصلوا فاينل الدوري ولعبوا قصاد الزمالك وقدروا ان هم ان شاء الله يعني الحمد لله ياخدوا الدوري، وكانت بطوله صعبه جدا كانت باينه يعني. هم محققين انجازات السنه دي يعني، انا مش عارف الحقيقه ليه الناس، لكن الكره الطائره بنات لا محققين انجاز، ان تاخد الدوري والسوبر طبعا. اعتقد ان ده انجاز، انت خسرت الكاس بس اعتقد الكاس مش كده؟ بالظبط، تكسب اثنين وتخسر واحده ده انجاز كبير طبعا. انجاز كبير جدا. اخيرا يا دكتور، لو حابب بتقول يعني حاجه لنهله
تقولها ايه؟ اكيد طبعا هشكرها على كل السنين اللي هي قضيتها جوه النادي الاهلي كلاعيبه وعلى كم الانجازات اللي هي حققتها. اشكرها على انتمائها واخلاصها للنادي بتاعها، واشكرها على ان هي يعني ضحت بكتير في حياتها عشان خاطر ان هي تقدر تحقق الانجازات دي مع النادي كلاعيبه، وان شاء الله بقى ربنا يوفقها باذن الله في الخطوه الجايه باذن الله بعد الاعتزال. تقال انت مبسوط ان هي اعتزلت؟ ها؟ لا والله خالص، انا قرارها انا ما عنديش مشكله خالص. انت مش فارق معاك، عايزه تعتزل معاها. الاثنين القرارين وجودها معاك هو الاجمل في هذا الامر. انا بشكرك جدا يا دكتور على هذه المداخله، شكرا جزيلا. مهم برضو وجود دكتور احمد، خصوصا ان هو رجل رياضي وله متواجد في الاتحاد الدولي للطائره للريشه، واعتقد ان ده برضو مخليه سند جيد ليكي. بالظبط، ويعني زي ما بقول لحضرتك انا بالعكس انا برجع له في اي حاجه طبعا، يعني مؤهلاته ان هو في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي ان هو بالظبط ومدير يعني مدير تطوير، فاعتقد هو يمكن انسب حد ان انا اتكلم معاه في الرياضه او في خطواتي الجايه. فلا بالعكس هو بيدعمني كتير، وحتى يعني على قرار الاعتزال هو فعلا زي ما قال لي الكلام ده بيني وبينه، قال لي انت في اي قرار انا هدعمك فيه اللي انت شايفاه. يعني هو ولا مثلا كان في ناس اعتقد ممكن فعلا بيتبسطوا لما مثلا خطيبتهم تعتزل او كده عشان طبعا بتكون اتفرغت بالظبط. هو لا بالعكس بصراحه هو دعمني، قال لي في اي قرار هتاخديه انا معاكي يعني. وانسب شخص طبعا يعني حتى بعيدا عن هو خطيبي، انسب شخص كمكانته ان انا اتكلم معاه في الرياضه عامه يعني. طيب في صورتين كده هنعرضهم لنهله وعايز تعليق، جاهزين؟ اتفضلوا. هي نهله اهي شايفينها يا جماعه اللي تحت خالص. صورة من كام سنة دي؟ من عمر؟ دي عمر كبير جدا. انا حتى كان الاجيال دي كانت اكبر مني برضه، يعني انا حتى متهيألي باين ان انا اصغر واحدة. ايوه واضح ان انت كابتن رؤوف هنا اعتقد. كابتن رؤوف ايوه صح. صح؟ صح. انا رقم واحد هنا. صور من الصور الجميلة جدا. الطفولة طبعا وصور الطفولة اعتقد بتفكرك بايام يعني نفسك ترجعي للايام دي. جميله طبعا طبعا كانت ايام جميله، مفيش اي حاجه. هو انت بس بلعب وخلاص. بلعب والواحد كان وهو صغير مبسوط طبعا، والكلام ده طبعا احلى ايام يعني. برضو عشان ندي لكل واحد حقه، بالمناسبه انا بكره عندي حلقه مهمه جدا مع كابتن خالد العوضي، انا عامل فيها شويه مفاجات لجمهور النادي الاهلي ان شاء الله، يعني مع فريق الاعداد بالكامل ومع احمد رشاد. الحقيقه عاملين حاجه ان شاء الله بكره تعجب جمهور النادي الاهلي، يعني كابتن خالد العوضي معايا بكره على الهواء مباشره، واحتفال بعدد كبير من البطولات، كؤوس هتشوفوا كؤوس هنا يعني لو جبت لنا لونجايه سمير كده من بعيد. ايوه هو الاستوديو اكبر من كده، انت شايفه الاستوديو؟ ايوه طبعا طبعا. الكؤوس كتيره لدرجه ان احنا مش عارفين نحطها فين. صح بجد والله. صح مش عارف. السنه دي كانت ناجحه يعني كل المقاييس. يعني لسه بندرس الموضوع، هنحط الكؤوس فين عشان نظهرها على الشاشه. صح، لان احنا لعبنا السنه دي 22 بطوله في الالعاب الاخرى، الصالات كسبنا 18 من 22. طبعا انجاز وموسم ناجح يعني بجميع المقاييس، اعتقد رقم قياسي يعني في الالعاب الاخرى فعلا. كابتن خالد العوضي ودوره في اللي حصل في السنه دي اللي هي سنه بتعتبر طفره كبيره جدا في العاب الصالات او الالعاب الاخرى بالكامل بعيدا عن كره القدم يعني. هو انا بصراحه يعني انا اللي يعرفني هيعرف ان انا مش بجامل او مش طبعًا. بقول لحد حاجه مش في حقه، بس انا يعني انا دايما بقول لكابتن خالد وهقوله برضه على الهوا، ان انا الحمد لله ان في الوقت ده بالذات والسيزون اللي فات ده بالخصوص ان كان كابتن خالد موجود، يعني ده من الحمد لله ده يعتبر حظنا كويس بصراحه. انا يعني ما شفتش بصراحه يعني كان معانا، انا عايز اقول ان هو كان معانا في فندق الاقامه قبل الماتشات النهائيه، كان بيدعمنا بقوه يعني فعلا. انا ما شفتش يعني كده بصراحه. معانا انا عايز اقول ان هو حتى يعني مخلي اللعيبه مستريحه وهي بتتكلم معايا، اي مشكله هو موجود في اي وقت، يعني انت اي وقت انت عايزه، حتى والله مش بهزر، حتى لو واحده بالليل هو موجود في مكتبه،
هو مستني في مشكله؟ لا هو قاعد لغايه حتى لو هيمشي بعد ما النادي بيضلم لغايه لما يحل المشكله دي، بيشوف احنا عايزين ايه. كان على طول بيتواصل معايا الفرقه عامله ايه، محتاجين حاجه، اللي انتم محتاجينه هعمله لكم، كل حاجه بصراحه. فانا بقول ان احنا فعلا كان حظنا حلو. انا بقول له انا كمان بشكل خاص انا كان حظي حلو، ان يعتبر السنه دي كانت اهم سنه بالنسبه لي عشان هي سنه اللي اعتزلت فيها. فانا الحمد لله ان كان حظي حلو، ان الحمد لله اتعاملت مع كابتن خالد العوضي كمدير نشاط رياضي طبعا السنه دي. مجلس الاداره ودور مجلس الاداره، يعني انا بشوفك لما كابتن خطيب عمرو بيه فاروق الاستاذ خالد مرتجي كل الناس هم واقفين بيبقوا يعني مبسوطين جدا وسعداء بكميه التتويجات اللي حصلت خلال الفتره الاخيره. مجلس الاداره ودوره يعني برضو انا هقول هم معانا من اول ماتش، يعني حتى اعتقد الماتش ده كان منتشر جدا. اول ماتش لينا اعتقد في السيزون كان مع الزمالك، هم كانوا متواجدين معانا في الصاله. مظبوط. يمكن حتى لو قلنا الناس شافوهم في المباراه بس، لا هم ما كانوش معانا من هنا بس، لا هم كانوا معانا من قبلها اثناء التدريب، كانوا بيحضروا التدريب بيدعمونا على طول على اتصال، برضو نفس الكلام بيطمنوا على الفرقه بيشوفوا احتياجاتهم. يعني بصراحه لا يعني انا بشكرهم وكلهم كانوا حاضرين معانا اثناء التتويج بالدوري واثناء السوبر، وحتى يعني حتى لو حد كان حصل له ظرف ما عرفش يجي، بالعكس اتصلوا بيا وخلوني اوصل طبعا يعني التهاني طبعا للفريق كله. فطبعا بنشكرهم، لا دورهم كبير جدا في الانجازات اللي حصلت دي كلها، ومش في الفولي بس، في جميع الالعاب اللي احنا شايفينه. يعني حتى الووتر بولو اعتقد كان بطوله الدوري غايبه بقى لها 20 سنه رجعت السنه دي، فده شغل سنين يعني، كمان مش هقول بقى السيزون ده، لا هم طبعا عاملين في حسابهم الشغل ده كله انه يطلع بالشكل ده دلوقتي. يعني اخيرا طموحك ايه بقى خلال الفتره اللي جايه؟ اتمنى ان شاء الله ان انا زي ما اديت دوري كلعيبه اقدر ادي دوري ان شاء الله في المستقبل او التحدي الجديد اللي انا هدخله، اتمنى ان انا اكون ناجحه فيه، وهحاول اعمل اقصى ما عندي ان انا ان شاء الله انجح فيه. ربنا يوفقك، انت مثال جيد ورائع الحقيقه للانتماء اللي احنا يعني مش عايز اتكلم على حد، ولكن الانتماء، لانه الانتماء ده شيء مهم جدا جدا في حياتنا. اللي عايز ينظر لهذا الامر ويعرف يعني ايه انتماء ينظر للنجمه نهله سامح، لانها انا عارف حاجات كتيره جدا جدا حتى ما حاولتش ان انا اتكلم فيها ومش عايز اتكلم فيها، ضغوطات كثيره جدا خلال السنه اللي فاتت تحديدا علشان ومن قبلها برضو علشان تبقى بعيد او تطلع بره النادي، ولكن في النهايه نهله سامح امام حضراتكم واعتزلت داخل النادي الاهلي وعايزه تكمل مشوارها اللي بداته بواحد او اللي نهيته ب 51 بطوله في الملعب، ان شاء الله تبدا مشوار جديد وبطولات اكثر خلال الفتره القادمه. انا بشكرك جدا يا نهله، كل التوفيق ليكي في الفتره اللي جايه. شكرا شكرا جزيلا لكابتن نهله سامح. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هرجع لكره القدم مره اخرى ومباراه حرس الحدود، ايه اللي هيحصل يوم الخميس اللي جاي؟ عندنا مباراه مهمه جدا 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 وصعبه جدا جدا. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل احمد ثابت وكريم سعيد في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله. احمد ثابت بيعدل عليا بس ماشي، بعدين هقول لكم ليه دلوقتي وهفهمكم بس ماشي. ازيك يا كيمو؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ بيعدل عليا انا وانت؟ لا مش غير التعديل بس، ده داخل وواثق قوي، واثق من نفسه جدا. بصوا بقى يا جماعه اللي حصل دلوقتي، احمد ثابت هو داخل قال لي بقول لك ايه يا كابتن اسلام، احنا ما خدناش 18 بطوله بس، احنا خدنا 22. فقلت له مين يا ابني اللي خد 22؟ قال لي لا هم 22، وبعدين طلع الورقه وطلع تليفونه وعمل يعمل كده، قال لي لا تصدق 18 صح؟ متحمس. لا 22 بالقدم. ايوه، ما احنا واحنا هي نهله بتلعب قدم. انت حسبت انت في ال 18 حاسب ايه؟ 6 ورا صح؟ ايه؟ لا مش حاسبها؟ 18 طايره وسله ويد ويد واربعه قدم 22، وهتحسب وعندك اثنين تنس طاوله اربعه رجال وسيدات. أربعة اثنين رجال دوري وكاس، يبقى 26 وفي دوري كرة المية وكاس كرة مية، وكاس كرة مية هتضيف ستة. أنا عندي فوق 35 درع وكاس 35. عايزين لوكيشن لوحدهم، عايزين لوكيشن. احنا عمالين نفكر بقالنا ثلاث ساعات هنحط يعني جمهور النادي الأهلي، محتاجين قناتين. نعم قناتين جنب بعض. أيوه نحطهم جنب بعض صحيح. خليني أبدأ معاك يا أحمد بمقارنة أداء الأهلي في آخر أربع بطولات، خش على الشغل التقيل. ماشي، الفرق ما بين التاسعة والعشرة
والحادية عشر والبطولة بتاعت السنة اللي فاتت، إيه الفرق ووصلنا لغاية فين؟ يعني هنقارن البطولة بتاعت التاسعة والحادية عشر. طبعا التاسعة اللي هي القاضية ممكن. طيب. والعشرة اللي هي بتاعت كايزر تشيفز. وال11 اللي هي بتاعت الوداد المغربي. تمام. نبص بس كده على الارقام. اتفضل. هنلاقي اول حاجه نبص على تسجيل الاهداف. طبعا المقارنه من بدايه دور المجموعات لغايه النهائي. تسجيل الاهداف اول بطوله اللي هي التاسعه 17 هدف، البطوله العاشره 21، السنه اللي فاتت 16 هدف، السنه دي 23. اذا السنه دي اكتر بطوله سجل فيها النادي الاهلي اهداف. وده يؤكد مدرسه مارسيل كولر الهجوميه ان هو مسجل 23 هدف مقارنه بالثلاث سنين اللي فاتت. انا هخليك تكمل الارقام وبعدين هسالك سؤال مهم. تمام. استقبال الاهداف 7 في التاسعه، 6 طبعا الناس عشان تبقى فاهمه، التاسعه العاشره ال11 ده ترتيب البطولات السنه اللي فاتت، وبعدين الاخيره دي اللي هي ايه بتاعت السنه دي. استقبال الاهداف 10 و11 السنه اللي فاتت. اذا التاسعه انت حاسب من دور المجموعات بس، من دور المجموعات. اما هو الارقام بتتحسب من بدايه دور المجموعات لغايه النهايه، حتى الهداف جائزه الهداف بتتحسب. ماتش يطلع بره بتاع 19 20 ده هيضيف اهداف كتير. هيضيف اهداف كتير جدا. بالنسبه للشباك النظيفه، السنه دي اكتر سنه حافظنا فيها على الشباك 7 ماتشات مع البطوله اللي هي سنه 2020 2021، دول اكتر بطولتين حافظنا فيهم على الشباك النظيفه. اذا السنه دي تعتبر احسن سنه على المستوى الهجومي واحسن سنه على المستوى الدفاعي. نيجي بعد كده لصناعه الفرص، اكتر سنه صنعنا فيها فرص كانت البطوله اللي هي العاشره اللي هي قدام كايزر تشيفز، صنعنا فيها 35 فرصه. السنه دي صنعنا 22. متوسط المحاولات برضو السنه اللي فاتت اعلى سنه في المحاولات 13.6 في الماتش الواحد. السنه دي اقل سنه في معدل متوسط المحاولات 10.2 الماتش الواحد، وده برضو بيأكد ان كولر في الفترة الأخيرة كان واقعي أكتر. كان بيدافع أكتر، بيأمن، بيحاول ان هو يخطف، ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه في الماتشات الأخيرة. نسب الاستحواذ السنتين الأخار اللي هي السنة دي 56 والسنة اللي قبلها 58 أعلى من السنتين اللي قبلهم. التمريرات الصحيحة برضو السنتين الأخار أعلى سنة. تعالى بقى بص على الرقم الغريب قوي، إهدار الفرص المحققة. تعرف ان السنة دي أقل بطولة ضيعنا فيها فرص 12 فرصة بس ضاعت على مستوى البطولة. السنة اللي فاتت كانت 13، البطولة العاشرة 18 فرصة ضايعة، البطولة التاسعة 13 فرصة. لما تبص على إهدار الفرص ده أنا بشوف إن وجود كهربا وتأقلم بيرسي تاو وتأقلم الشحات والفينش بتاعهم أدى إلى نقص معدل إهدار الفرص في الفترة الأخيرة تحديدا من شهر يناير. فلما نيجي نعلق كده على الأرقام، البطولة مقارنة السنة دي بالأرقام السنة اللي فاتت، يبقى السنة دي أكتر بطولة سجلنا فيها أهداف، أكتر بطولة حافظنا فيها على شباك نظيفة بسبع ماتشات، وأقل بطولة ضيعنا فيها فرص. رغم أن الناس بتقول أن إيه مهاجم وراس حربة وكده. ده كان سؤالي، هل دلوقتي النادي الأهلي بهذه الأرقام يبقى أنا مش عايز مهاجم؟ بس هي الفكرة أنت برضو محتاج راس حربة أفريقي، يعني محتاج. لا لا طبعا أنا على فكرة حاجة أنا بس عشان ما حدش يقول قناة الأهلي عشان ما يقولش إن إحنا مش نقدم لحاجة إن إحنا مش هنجيب مهاجم ولا حاجة. ما أعرفش مين. لا أنا ما أعرفش هيجيب مش هنجيب، ما عنديش فكرة، ولكن أنا بقول ردا على هذه الأرقام. يعني السؤال جه في دماغي فجأة دلوقتي. السؤال لأن الأرقام بتقول إن إحنا يعني ندي الحق برضه لمارسيل كولر الصراحه. أكيد. ان هو قدر يعالج مشكله الفينش او اللمسه الاخيره من يناير، وتحديدا وجود كهربا، وان هو من يناير بيجيب ان هو بياخد هداف دوري ابطال افريقيا، فرق كتير جدا. يعني كريم 2006 ولا 2023؟ ده السؤال اللي داير على السوشيال ميديا. ما ده بص، انت بتسال واحد السؤال هو دايما بعيدا عن مش ده، مش قصدي ده خالص. اصل ده 2006 ليها ذكرى شخصيه معايا ان انا كنت في الملعب، فما انا لما حد بيسالني بقول له كده، انا بقول له انا كنت في الملعب. يعني في الملعب بلعب يعني. لا وفي حته كلمه استسلام، معلش. 2006 خلينا نتفق على شيء، ان مستوى الكوره في افريقيا خصوصا على مستوى الانديه كان اصعب بكتير. يعني كان محتاج طبعا كل الانديه في الوقت الحالي، بس احنا بقالنا 4 سنين هم 4 انديه اللي احنا بنتكلم عليهم، اهلي وداد ترجي صن داونز، هم يعني. والرجاء بيجي تقريباً. والرجاء بيجي من بعيد شويه، بيجي ويروح. بيجي من بعيد شويه. لكن 2006 في الفتره بتاعت حضراتكم، لا اسك موجود، كوتوكو موجود، كان صن داونز برضه الاسماء الكبيره. وكان في ساعتها نيمبا واستفاقسي برضه عمل فرقه كويسه مع مراد، يعني كان في فرق كتيره. ماتش 2006 بصراحه انا بالنسبه لي انا
ما اقدرش بكل امانه. حتى لما اتسالت شوف السؤال الاصعب 2006 ولا 20 ولا 2020 ده السؤال الاصعب انه مع نادي الزمالك والفرحه فعلا كانت هستيريه. صحيح. بالنسبه لي انا فاكر في الدقيقه 90 وجمهور الصفاقس 60,000 في رادس خلاص بيحتفلوا بكل امانه. انت بتتكلم المدرج بتاع جمهور النادي الاهلي كان حوالي يعني 100 واحد او حاجه قد يعني حاجه بسيطه تقريبا 80% من الموجودين بيعيطوا كله بيعيط خلاص. البطوله بتروح او بطوله الاهلي يخسرها خلي بالك في الفتره دي 2005 2006 في بدايه ما كانش النادي الاهلي خسر غير بس بطوله كاس عالم انديه صح بتاعت اتحاد جد. ايوه صح. فالموضوع ما حدش كان متقبله اصلا وفجاه والله بجد في احتفالات حتى لعيبه الصفاقسي عمالين يشاوروا لجماهيرهم احنا فرق يعني احتفلوا فجاه هوب والله الجون بيجي اقسم لك بالله العظيم ما زلت فاكر 60,000 بيسكتوا في لحظه واحده بيسكتوا فجاه 100 اكتر من 60,000 بيسكتوا. فبصراحه طبعا كل بطولات مين اللي كان جنبكم بيحتفل معاكم نعم؟ ناحيتكم على الخط كده انا الوحيد اللعيب الوحيد خلي بالك لما تيجي تجيب الصور شفناها في الفيديو والفيديوهات مش هتلاقيني انا موجود خالص هتلاقيني انا واقف بحتفل مع ال100 اللي كانوا كان ناحيتي. فممكن بس هو طبعا اكيد كل بطوله ليها حلاوتها وزي برضه نهائي القرن نادي الزمالك له طعم والماتش كمان كان حلو الماتش كان حلو بصراحه ونادي الزمالك كان مستوى يعني نسخه نادي الزمالك 2020 كانت افضل نسخه لنادي الزمالك في السنوات الاخيره كانت نسخه كويسه. فلا انا بشوف بالنسبه لي على المستوى الشخصي لا 2006 انا صح. انا لما حد بيسالني هو سؤال صعب وخلي بالك وكل بطوله ليها حلاوتها وكل طبعا. بطوله ليها طريقتها صح. وكل بطوله ليها حاجاتها لكن انا عشان كنت بلعب انا في الملعب هختار 2006 طبعا. ولكن بعيدا عن ان اللي كانوا موجودين في الملعب هيختاروا 1,000,000% 2006 واللي كانوا في 2020 هيختاروا 1,000,000% 2020 واللي كانوا موجودين في 23 هيختاروا 23 بس خلي بالك برضه في تشابه ما بين 2006 و 23 مثلا 2006 برضه جمهور الصفاقسي عمل دخله مستفزه للنادي الاهلي وخصوصا ابو تريكه وهو ماسك الكاس وبيرفعه لجماهير الصفاقسي وبرضه هنا اتكلمنا عن الدخله اللي كان اوريدي واضح ان جماهير النادي الاهلي كانت عارفاها قبل المباراه وعملوا لها كونتر في المباراه فهي متشابهه شويه بس بكل امانه بكل امانه برضه 2006 كانت صعوبتها ان بدايه البطوله اصعب من دي في وجهه نظري. لا طبعا والصفاقسي النادي الاهلي لعب بطوله اربع مرات مرتين في المجموعات ومرتين في الفاينل وكان ومراد المحجوبي مدير الفني ساعتها للصفاقسي التصريحات بصراحه كانت من بدايه البطوله يعني استفزازيه جدا جدا مع النادي الاهلي. الكاف او صفحه الكاف اعلنت كهربا هو هداف دوري ابطال افريقيا. مين اللي حصل على الجائزه دي من النادي الاهلي؟ هو عبر التاريخ في 11 لاعب الاول الارقام السنه دي كهربا وبيتر شيلويل وحمزه خابه مهاجم الرجاء وبيرسي تاو برضه رقم خمسه جايب خمس تجوان يعني كهربا هو الهداف مسجل ست اهداف في دوري ابطال افريقيا في 11 لاعب على مدار تاريخ النادي الاهلي حصلوا على جائزه دوري ابطال افريقيا. مين اكتر واحد اخذ جائزه الهداف؟ كابتن الخطيب. كابتن الخطيب خدها خمس مرات. اوكي نعرض الاحصائيه هتلاقي سنه 1977 كابتن الخطيب اخذ الهداف اربع جايب اربع تجوان 81 جاب ست تجوان 82 ست تجوان 83 ست تجوان 87 خمس تجوان وكمان ايه ده هم الجيل ده مظلوم ان البطوله كان عدد ماتشاتها اقل لان ما كانش في دور مجموعات كانوا بيلعبوا ذهاب واياب على طول فكان كل سنه بياخد الهداف. تمام بعد كده كابتن حسام حسن 99 ست اهداف احمد بلال اخذها سنه 2002 سبع اهداف محمد بركات اخذها سنه 2005 سبع اهداف محمد ابو تريكه سنه 2006 8 اهداف ومحمد شريف طبعا سنه 2021 6 اهداف وكهربا السنه دي 6 اهداف فدول 11 لاعب من لعيبه النادي الاهلي اخذوا دوري ابطال افريقيا. بالمناسبه سنه 2017 برضو وليد سليمان كان متساوي مع انيس البدري هداف الترجي بس انيس البدري اخذها لان الترجي هو اللي اخذ البطوله. اوكي طيب كريم في حاجه تانية عايز تضيفها في الارقام دي؟ لا لا في الارقام اللي هي الترتيب معانا بقى اللي هو بتاع كهربا وبيتر شيلويل. لو استعرضنا برضو الارقام هتلاقي ان محمود كهربا مسجل ست اهداف السنه دي بيتر شيلويل في صن داونز ست اهداف حمزه خابه خمس اهداف ودي دي جائزه الهداف اللي نزلتها صفحه الكاف الرسميه. اوكي طبعا كهربا هنا بيرد على كل الاقاويل ده الحته اللي احنا كنا بنتكلم فيها حته الفينش ان كهربا يعتبر من شهر يناير يعتبر صفقه كان يعتبر صفقه جديده يعني يعتبر من شهر يناير صفقه جديده لانه لما عليك دلوقتي يقول لك لا لما رجع ما هو لما رجع وشارك لما رجع وشارك من يناير اعتبر صفقه جديده ودخل واخذ هداف دوري ابطال افريقيا. طيب كريم عدد كبير بنسمع في الجرايد والمواقع وعبر السوشيال ميديا
عن عدد كبير من العروض جاء للاعيبه النادي الاهلي. انا بشوف ده طبيعي اكيد بعد اي بطوله كبيره، خصوصا كمان ان الجيل الحالي يا كابتن اسلام حقق ثلاثيه قاريه صعبه. شفنا لغايه النهارده بتظهر فيديوهات بتعليقات مختلفه لهدف التعادل وبنسمع بلغات مختلفه. ده النادي الاهلي انت بتتكلم في ترند عالمي، يعني النادي الاهلي ناس عارفاه، ناس عارفه عليه، مع الناس عارفه كل اللعيبه، يعني كل المعلقين في كل حته. حتى انا سمعت النهارده تقريبا معلق من وسط افريقيا، يعني بيتكلم لغه من لغات وسط افريقيا، بيتكلم في الترجمه واضح ان هو عارف كل المعلومات عن النادي الاهلي. وانت بتتكلم عن نادي عالمي فعلا، يعني النادي الاهلي النهارده بكل امانه الناس دلوقتي فعليا بره بتقارنه كاسم وتاريخ بريال مدريد، يقول لك ده النادي الوحيد اللي عنده ما يشبه تاريخ وبطولات ريال مدريد. فطبيعي لما النادي الاهلي واللعيبه دي بتحقق هذا الكم من البطولات، طبيعي ان هم بيبقوا مصدر، يعني في انديه بتبص لهم كتير. وانا بشوف ده امر صحي، مفيش مشكله طبعا. طبيعي ان النادي الاهلي من الانديه الكبيره، ومفيش مشكله يبقى في دوره انتقالات لاعبين تماما. ان احنا برضو بكل امانه انا حابب ان احنا وصولا ل 2025 بكل امانه محتاجين ان احنا نطور برضو من نظرتنا للاعبين المحترفين، وان احنا نعلى شويه بالكلاس اللي احنا بنجيبه. النهارده النادي الاهلي عنده القدره ان شاء الله ان هو ممكن يجيب كلاس بي من اوروبا. طبعا ما نجيبش كلاس اي، صعب قوي، لكن ممكن يجيب كلاس بي من اوروبا، نجيب لعيبه تقدر تخلينا ننافس في بطولات المونديال اللي هتختلف. طبعا حضرتك عارف بطوله 32 فريق مختلفه تماما تماما ككل حاجه وكاستعداد وكتنظيم. احنا بنتكلم بالظبط بالظبط كأن منتخب مصر رايح كاس عالم كبير. وكمان الانديه الاوروبيه وانديه امريكا اللاتينيه هتبص للبطوله دي وهتلعب فيها بطريقه مختلفه تماما. مش فكره بقى نروح العب سيمي فاينل وبعدين ثلاث ايام هلعب فاينل، فالموضوع بالنسبه لي سهل. لا، انا هروح العب دور مجموعات ويبقى ممكن في مساحه للمفاجآت. فانا ان شاء انا اعتقد ده مفيش مشكله طالما يتوافق مع سياسه النادي الاهلي في دخول وخروج اللاعبين. بس انا بشوفه امر صحي وطبيعي، ومفيش ادنى مشكله لو النادي الاهلي بيشوف ان انا هخرج لعيب واجيب قدامه حد تاني. الدوره نفسها مفيش مشكله، وده اسلوب الانديه العالميه في كل القارات. في قواعد برضو للنادي الاهلي في رحيل اي لاعب. يعني اول حاجه راي المدير الفني. النادي الاهلي مش بيمشي كده لعيب في نص الموسم عشان يجيب فلوس وخلاص، لا، النادي الاهلي ليه قواعد وضوابط معينه. اول حاجه راي مارسيل كولر، رايه هل موافق اللعيب ده يمشي ولا لا. الحاجه الثانيه هل انت هو في النادي الاهلي وفر له البديل ولا لا. الحاجه الثالثه القيمه الماليه المناسبه للنادي والمناسبه للاعب. فالثلاث حاجات دول هم الاساس اللي بيقيم عليهم اذا كان اللاعب ده ممكن يمشي ولا لا. طيب تصنيف القرن ال 21 ده عشان احنا لسه ما عدناش، بس يلا من دلوقتي عشان برضو ايه عشان نسجل نجريهم ورانا شويه. على فكره ده نادي الزمالك كمان هيقع، يعني لانه مش من نادي الزمالك، يعني مالناش علاقه. لا انا بتكلم على لا ان نادي الزمالك تحديدا في تصنيف الكاف دلوقتي هو ده التصنيف النادي القرن الجديد. النادي الاهلي حتى الان 109 نقطه. نهار ابيض، بسم الله ما شاء الله. نادي الترجي 67 نقطه المركز الثاني. نادي الترجي هو الثاني. التصنيف ده من بدايه سنه 2000، يعني من بدايه سنه 2001، يعني من 2001 لغايه دلوقتي. من 2001 لغايه دلوقتي. اوكي. مازيمبي 63.5، النجم الساحلي 58، الوداد 49، الزمالك اهو 40 نقطه. الزمالك لو ما فاقش في الفتره دي ممكن يتراجع. ليه؟ لان تحته الرجاء 38 نقطه، ده اللي قصدي عليه، قريب وقريب منه. وتحته سان داونز مثلا لما بيوصل نص نهائي بياخد اربع نقط، فيبقى 37 نقطه، يقرب اكتر من الزمالك. يعني مثلا مازيمبي كان الثاني، الترجي سبقه لما مازيمبي ما عادش بقاله فتره ما بيشاركش في الدوري ابطال، بيروح الكونفدراليه، فالترجي عداه. فعشان كده ده الترتيب يا جماعه، لازم الناس تخلي بالها من تصنيف نادي القرن من دلوقتي عشان ما نرجعش نقول السبعه والتسعه والكلام اللي بنسمعه ده. التسعه اكبر من السبعه ولا السبعه اكتر؟ ما صحيح التسعه اكبر من السبعه، لكن السبعه اكتر من التسعه. فده خلينا نقول نظام التصنيف ان البطل بياخد. التصنيف ده اتغير من سنه 2017. النقاط، بطل دوري ابطال افريقيا بس ما زال بالنقاط، بالنقاط مش بالعدد البطولات. زادت كان اوكي، لكن ما زال بالنقاط. البطل البطل بياخد ست نقط، يعني أوكي. النادي الاهلي لما ياخد بطل دوري ابطال افريقيا بياخد ست نقط. ماشي. الوصيف بياخد خمسه، الوداد المغربي السنه دي اخد خمسه. نص اللي بيوصل نص النهائي بياخد اربع نقط، اللي هو الترجي وسان داونز. اللي بيوصل دور الثمانيه زي الرجاء المغربي بياخد كام؟ ثلاث نقط. دور المجموعات اللي بيخرج المركز الثالث زي نادي الزمالك مثلا في دور المجموعات ياخد نقطتين. اوكي. اللي بيخرج المركز الرابع ياخد نقطه.
تمام. ده تصنيف النقاط. عشان كده مشاركتك في دوري ابطال افريقيا باستمرار وان انت توصل نهائي ده مالي لما بنقول النادي الاهلي بيوصل نهائي ده مهم جدا. كل سنه انت بتاخد خمس نقط. سته يا خمس نقط على الاقل خمسه. اه البطل سته والوصيف خمسه. يعني انت خدت في الثلاث سنين الاربع سنين اللي فاتوا 18 زائد 5 6 في 3 ب 18 و5 23 نقطه. ده في الاربع سنين اللي فاتوا بس. الاربع سنين اللي فاتوا بس. اه فدي مهم، مهم التواجد على مستوى النهائي عشان ما حدش يرجع يقول لك انا خدت مثلا لما ياخد بطولتين يقول لك لا يا جماعه ده تصنيف تراكمي بعدد النقاط. تمام. وبرده خلي بال حضرتك زي ما قلت لك ان ممكن بعض الفرق جايه زي سان داونز. سان داونز دلوقتي كام؟ الثامن على افريقيا ب 33 نقطه. سان داونز جاي هيعلى ماشي. والرجاء برده. والرجاء طبعا. اه وبرده السبعه اكبر من التسعه. هو ده الكلام. طيب تأثير قرار الفيفا. معلش يا عمر نهزر انا اسف. تأثير قرار الفيفا في تقديم موعد ارسال اسماء الانديه المصريه الكاف اللي هتشترك الكاف. انا اسف. اوكي. وطبعا اكيد كلنا اتفاجئنا بالخبر ده يا كابتن اسلام لان احنا اوريدي متعودين ان احنا بنبعت الانديه 30/7 واعتقد حتى اتحاد الكوره اعتقد دلوقتي هو في مأزق وهيخش ثم بيحاولوا يخلوه 15. هل هيوافق ولا يعني ما اعرفش بصراحه هيعملوا الكلام ده. ان الجواب احنا في الاخر بنتعامل مع الحاجات الرسميه طبعا دلوقتي طبعًا. الرسمي ان الكاف طلب 30/6 30/6 ما تاخرش عن كده. في بقى امور ومحاولات خارج خلف الستائر اوكي ممكن، لكن دلوقتي احنا في موقف البطوله ما خلصتش وهنتكلم في نفس الجدل بتاع كل سنه. بس الجدل السنه دي هيبقى قوي جدا ما بين مين ومين؟ ما بين فيوتشر وبيراميدز. لان انت لما هتاخد تصنيف الدور الاول او ترتيب الدور الاول نادي الاهلي كان هو المتصدر ونادي فيوتشر كان هو الوصيف، بيراميدز الثالث، نادي الزمالك كان الرابع اعتقد. فبالتالي دلوقتي الوضع الحالي نادي بيراميدز هو الثاني. بيراميدز هو الثاني. فدلوقتي خناقه جامده جدا. نادي بيراميدز هيقول لك انا دلوقتي انا الوصيف ونادي فيوتشر بعيد عني. وانت هتبعت انت عشان ودي لائحه لو طلب لائحه من ده اه دي موجوده. لو الكاف لو الاتحاد القاري طلب اسماء الانديه قبل نهايه المسابقه سوف يتم الاعتماد على نتائج المباراه دول. او حتى لو تفتكر مباراه الاهلي والمقاولين كانت مهمه جدا. صح. وكان عليها السنه اللي فاتت. اه كان عليها زخم كبير قوي. المباراه كانت مؤجله من الدور الاول عشان ننهي نتائج الدور الاول. وبالتالي اذا انا في وجهه نظري اوكي يعني طبعا طالما انت وافقت على لائحه تمشي عليها وان كل الانديه ماضيه عليها من بدايه المسابقه والمواضيع واضحه. فبالتالي كده هيبقى اذا التزمنا باللي قاله الكاف الاهلي فيوتشر في بطوله دوري ابطال افريقيا ونادي بيراميدز ونادي الزمالك هيروحوا الكونفدراليه. حصل دلوقتي بطوله كاس مصر في الوضع الحالي انا اسف دورها ايه؟ اه يعني ايه 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 المغزى منها؟ السوبر تلعب السوبر يعني. تلعب السوبر بس؟ اه يعني في معظم بطولات يعني بطولات العالم مفروض اللائحه بتقول ايه؟ اللائحه بتقول ان الثالث والرابع. طب خلاص يبقى الثالث والرابع. يعني انا اقصد في حته انت محتاج ان انت تعدل. انا اتكلمت فيها في بدايه الحلقه بالزبط. ولكن انا اقصد ان انا في الاخر طالما النادي الاهلي دائما ما يلتزم بلوائح طبعا طالما طبعا. في لائحه بتقول كده خلاص طبعا. بس هي نقطة بس هي أنا معاك على فكرة. بس أنا معاك في حتة إيه إن هو لازم يعني وهنروح إن هم دلوقتي حاليا بيعدلوا الأمور في الدرجة الثانية ومطلعين دوري المحترفين وهنتكلم عليه. بس هو في حتة إيه يعني بطولة كأس مصر اسم غالي واسم كبير. بطولة كبيرة بطولة غالية. فأنت محتاج إن أنت تعطيها أهمية كبيرة في مسألة المشاركة الخارجية حتى إيفن لو البطولة العربية مثلا. يعني عدد البطولات اللي هيلعبها النادي الاهلي السنه الجايه دي يا احمد مهمه جدا 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 جدا. عايز حضراتكم تحفظوها. هي جرافيك هنعملها لحضراتكم جرافيك حالا لكن لازم تتحفظ وتتعرف لانه الحقيقه برضو اتحاد كره القدم وبعض من لا او بعض الاسماء المذيعين في الاعلام المصري اللي ما بيشجعوش النادي الاهلي طالعين يتكلموا عايزين يخلوا 25 القايمه 25. فمعلش لكن خلينا نشتغلوا هم بيشتغلوا عشان خاطر النادي الاهلي ما يقع بالظبط كده بالآخر. ولكن احنا برضو محتاجين نقول للناس احنا هنلعب كام بطوله السنه انا هقول لحضرتك رقم مثير جدا للنادي الاهلي رقم خطير. فضل. النادي الاهلي السنه الجايه معرض ان هو او مش معرض هو هيلعب السنه الجايه 10 بطولات بس 71 مباراه
71 مباراة لو وصلت النهائيات. لو وصلت النهائيات نعرضهم كده 71 مباراة، ده من بداية شهر أغسطس. أغسطس اللي جاي من 1/8 احنا يعني. هنقول ان احنا خلصنا الدوري في اخر 7 ماشي تمام. مش تعالى بقى الدوري ده يعني. مش هنحسب الدوري ده خلاص. ما خلاص ما هو تلاحم مواسم. اوكي تعالى بقى من 1/8 71 مباراة ازاي. الدوري الجديد 34 ماتش ماشي. كاس مصر الجديد اللي ان شاء الله من دور ال 32 للنهائي 5 ماتشات. كاس مصر الحالي انت هتلعب يوم الحد الجاي ماتش في كاس مصر هيتبقى لك فيه 4 ماتشات اللي هو لسه مش عارفين هيتلعبوا امتى. ماشي. من 1/8 ده الحاجات ده في حاله وصول النادي الاهلي للمباراه النهائيه ان شاء الله. أوكي. يعني السوبر المصري الجديد هيتلعب على ايه اللي هو هيبقى 4 فرق اللي هو في الامارات. هيتلعب على ماتشين، هيبقى مثلا هيبقى بطل الرابطه والاول والثاني وفريق من هيتم استدعائه يعني تمام. 4 فرق هيبقوا على ماتشين وبعد كده يعملوا نهائي. يعني النادي الاهلي ان شاء الله لما يوصل نهائي في السوبر المصري الجديد البطوله الجديده هيبقى ماتشين مش من ماتش واحد. تمام. السوبر الافريقي اللي هو قدام اتحاد العاصمه الجزائري ده ماتش واحد. دور السوبر الافريقي اللي هو البطوله الجديده 6 ماتشات اللي هو ذهاب واياب. ماشي. دور الثمانيه ونص النهائي والنهائي. دوري ابطال افريقيا هتلعب 12 ماتش. 12 ماتش ازاي؟ مش 14؟ لا هتلعب ما انت هتلعب من بدايه دور المجموعات. هو تم اقراره خلاص. لان في دوري السوبر رسمي. والاهلي والنادي الاهلي كمان هيبدا من ديسمبر. هيبدا من ديسمبر دوري ابطال افريقيا السنه دي بعد ما يخلص دوري السوبر الافريقي. تمام. وكاس العالم للانديه 3 ماتشات اللي هو دول الماتش الاول والثاني يا اما النهائي يا اما الثالث والرابع. ماشي. 3 ماتشات وبعد كده كاس الرابطه المصريه 4 ماتشات لان النادي الاهلي بيلعب منين؟ من دور ال 16 في كاس الرابطه 16 وال 8 ونص النهائي والنهائي 4 ماتشات. لما تجمعهم تلاقيهم كام؟ 71 ماتش. 71 ماتش غير ايه؟ غير ان في لعيبه زي في 9 لعيبه في المنتخب. عندهم كاس امم افريقيه في كوت ديفوار وفي بيرسيتاو في شهر يناير. بيرسيتاو في جنوب افريقيا. علي معلول في تونس. كريستو في تونس. اليو ديانج في مالي. احمد الجندوزي ممكن يروح منتخب الجزائر لو مستواه تالق عن كده يعني مش اتحسن عن كده ممكن يروح منتخب الجزائر كمان. فانت عندك كل اللعيبه هتلعب 71 ماتش غير كاس الامم الافريقيه السنه الجايه. ده انا دخلت عملت النهارده الماتشات الوديه للمنتخب مع الماتشات اللي هي بتاعه التوقف في تصفيات كاس عالم. خلي بالك احتمال يبقى في بطوله عربيه ما اعرفش بطوله عربيه للمنتخبات بتاع زي بتاع السنه اللي فاتت. ده احتمال. احتمال وتحت رعايه الفيفا برضو. وفي الماتش الاخير بتاع التصفيات بتاع كاس الامم وفي اكيد هيعمل شهر 9 توقف دولي وفي اكيد هيعملوا معسكر اعداد قبل كاس الامم الافريقيه. وفي تمرين كل يوم وتمرين وفي فانت في الاخر لا بقول لك ايه بدل ما نخلي القايمه 25 زي ما صاحبنا عايز يعمل نخليهم 20. لا هو السؤال بجد والله ليه حضرتك افتكر برضه في ايام 2006 و2008 نفس الطلب ده تم عرضه واعتقد ساعتها برضه يعني اتنفذت في سنه من السنين بعد ما الاهلي بيكسب دوري ابطال افريقيا. على طول الطلب ده بيطلب. يعني في 2006 الطلب بعد ماتش الصفاقسي في الموسم ده وفي موسم القطن الكاميروني ان احنا نبقى 25. غريبه. لا غريبه جدا غريبه جدا غريبه جدا. موضوع غريب جدا يا كابتن سامي. هو اصلا ما ينفعش في ظل هذا الكم من البطولات اللي بتستحدث ان نادي يطالب بتقليص القايمه. غريبه جدا يعني المفروض اصلا الفكره دي احنا طبعا في تنافس ده شيء طبيعي انما اكيد مليون في الميه مش كل الامور احنا مختلفين فيها. يعني في حاجات هتجمعنا يعني بواقع ان احنا بنلعب نفس البطولات او بنلعب نفس اللعبه. فاكيد في مصالح مشتركه. يعني ممكن تطلب طلب انا اسف يعني ممكن تطلب طلب بدافع الغل على فكره وانت لو ما فكرتش هتلاقي ان الطلب ده بيضرك انت. يعني انت الطلب ده ممكن لما يتنفذ يضرك انت كمان فترجع تقول ايه لا طب ما طلبته ازاي عشان انا كنت مفكر في حته بس. لا النهارده الوضع لازم يتشاف كيف مصلحه النادي الاهلي. مصلحه بالظبط الفكره مش انا استطيع ايوه انجح. انا استفيد انا عايز كيف استطيع انا انجح اضر الاهلي بس اضر الاهلي ازاي. الموضوع ما ينفعش. لازم النهارده نبص ان النهارده الكره القدم بقت يعني بطولات كتير قوي. ده حتى النهارده بص على اوروبا. اوروبا فعلا الموضوع فعلا صعب جدا. انا بقالي مثلا 5-6 شهور بشوف انا من المحبين لانشيلوتي. نعم. بحبه جدا في اي حته في اي مكان مش انا بحب ريال مدريد طبعا. نعم. ولكن انشيلوتي ابتدى يتنرفز ابتدى يقول أيوة. انه يا جماعه اللعيبه دول مش آلة. اللعيبه دول بشر ما ينفعش يطلعوا يلعبوا من دوري ابطال يلعبوا في السوبر الابطال ويلعبوا في الدوري الامم الاوروبيه وبعد والسنه الجايه في يورو السنه الجايه في يورو فالراجل يا عيني اللي هو ما بيتنرفزش ابدا
وبيرفع حواجبه بس اتنرفز. لا وده ايه ده اسبوع ده بقى اوروبيه القايمه كمان تصفيات كريم القايمه الافريقيه ايوه مش 40 لاعب طب انت ليه عايز تخليها 25 اذا كان القايمه الافريقيه الاتحاد الافريقي بيزود. اصلا بيزود ومديك ان انت 40 لاعب يعني انت عندك 30 و5 ناشئين مثلا هتحطهم او 10 ناشئين عشان تزود القايمه ثم انت كاتحاد مصري مثلا او حد مثلا الاتحاد ما قالش منه اي شيء الحقيقه برضه عشان نبقى هو الاتحاد اعلن ان هي 30 لاعب خلاص اعلن ان هي الحاج عامر حسين رايك في البطولات اللي جايه للنادي الاهلي كتير يا كابتن اسلام وطبعا زي ما ثابت قال احنا هنبقى فعلا من شهر 8 الدنيا هتبقى مختلفه طبعا يعني اكيد اهم مباراه جايه لنا اكيد مباراه السوبر الافريقي ان شاء الله اللي هتبقى في بدايه شهر او يعني من 11 ل 13 اغسطس ويقال انها هتتلعب ان شاء الله في المملكه العربيه السعوديه في انتظار تاكيد الكاف فكم البطولات لازم الناس تفهم ان النادي الاهلي فعلا كره القدم هتختلف تماما من شهر في وجهه نظر 10 الجاي احنا مع بدايه دوري السوبر الافريقي الاجنده بتاعتنا السنويه هتتغير غريبه جدا هنلعب بطولات مختلفه 71 ماتش لا وكمان لا وفي نقطه مهمه بقى يعني سيبك حتى بالعدد التزامن نفسه تزامن بمعنى ايه انت بتلعب دوري السوبر الافريقي ده ثابت انت هتلعب في خلال شهرين شهر ونص طق 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 وماتشات ايه اللي احنا بنستناها في دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا مع الوداد والرجاء وصن داونز طق طق هو بس ربما يكون دور الثمانيه يعني ايه خفيف شويه خفيف شويه لكن في وجهه نظري السيمي فاينل ده بتاع دوري الابطال هيتكرر وهنشوف بس مين هيروح في سكه مين صح فاهمني يعني وربما يكون ربنا سبحانه وتعالى شايل لنا مواجهه صن داونز اللي احنا مستنيينها في دوري السوبر الافريقي ربما بس اللي عايز اقول بعد ما نخلص دوري السوبر الافريقي بنفس المواجهات القويه جدا وايه وذهاب واياب يلا بينا نبدا دور المجموعات بتاع دوري ابطال افريقيا ونلم النقط وعندنا المونديال وعندنا امم افريقيا وعندنا لا انا مسامح يا كابتن معلش لا هتكلم على طبيعه المنافسين طبيعه المنافسين في ثلاث بطولات مع بعض وفي وقت قليل يعني بقول لك ايه مثلا يعني مثلا ما هو النهارده الانديه الكبيره في اوروبا بيجي يقول لك لا والله انا النهارده ما اقدرش العب سيتي في برشلونه في كذا صعب انا عايز اشم نفسي الناس اللي هي ايه بره الاجهزه افضل الاكسجين افضل حياتهم الرياضيه افضل أقل. كل حاجه عندهم افضل هم نفسهم بيتضروا ما بالك بقى بينا احنا السنه دي مع تطور البطولات واكيد طبعا احنا مبسوطين ان العوائد الماليه ان شاء الله هتخلي النادي الاهلي في حته ثانيه خالص كاس العالم للانديه ان شاء الله في شهر ديسمبر تم التاكيد خلاص ان في 6 فرق اوكي اللي هم صعدوا رسمي طبعا اتحاد جده بطل الدوري السعودي النادي الاهلي بطل افريقيا مانشستر سيتي بطل اوروبا حطيت كريم بنزيما حالا ماشي اوراوا الياباني واوكلاند سيتي بطل اوكيانوسيا وكلوب المكسيكي طبعا بطل الكونكاكاف كده مش ناقص غير بطل امريكا الجنوبيه وده هيتحدد في الفتره الجايه طيب هروح لفكره تصعيد فريق من الدرجه الثالثه مباشره دي بصراحه اخرب فكره انا قعدت ادور لا والله قعدت ادور كتير قوي كلمت الحاج عامر كتير قوي على طول نمبر بيزي فاهم عشان كنا بتساله على فكره غريبه جدا خلينا نشرحها للساده المشاهدين عشان يعرفوا واعتقد هو واضح من كلام الكابتن عامر حسين الحاج عامر حسين امبارح اول امبارح هو اتكلم كانها قرار هو ما قالش حتى ده اقتراح او بنفكر دلوقتي طبعا كلنا سامعين جمله دوري المحترفين حتى الساعات الناس تقول ايه دوري المحترفين ده هو الدوري الممتاز قال لك لا دوري المحترفين ده انا غلطت النهارده في الكلام وانا بتكلم قلت كده وانا نفسي راجل يعني دوري المحترفين ده دوري هيستحدث عشان يبقى على شاكله القسم الثاني في اوروبا يعني بنشوف في الدوري الاسباني مثلا فعلا القسم او دوري الدرجه الثانيه عندهم بيبقى 22 فريق مش يعني الدوري الممتاز بيبقى مثلا 18 او 20 هم 22 بس هو برضو دور يعني دوري من دور من بطوله واحده مش اقسام زي ما احنا مثلا مجموعه الف مجموعه او تعودنا مجموعه القاهره مجموعه الصعيد مجموعه بحر كله مع بعض كله مع بعضه 20 فريق وانا عجباني الفكره دي اوكي انا حاببها جدا بس طبعا هي تبقى مكلفه على بعض الانديه وانت بتقضي على الانديه الشعبيه انت عشان هتسافر حضرتك طبعا كنت فاهم فكره ان مثلا اسوان او انديه في جنوب الصعيد هتضطر ان هي تسافر وهي ما بتلعبش ممتاز ممكن كل اسبوع وما عندهاش كمان مداخيل ان هي تشيلها في الفنادق والحاجات دي بتكلف مش ممكن ده اكيد بس الفكره بصراحه كدوري من هايل حلوه طيب ايه الفكره بقى كيف يمكن تنفذها الاول والثاني
مباشرة للممتاز. هو الدوري بتاعه ايه؟ الدوري المحترفين اللي هو يعني الف اللي هو اللي هو الف لا أو اللي هو دوري الدرجه الثانيه دلوقتي. انا اصل احنا برضه خلي بالك انا قعدت والله قعدت يومين اقعد احفظ يا حاج عامر واقعد احفظ الف ب وغلطت النهارده. الاول والثاني من دوري المحترفين الف هيروحوا مباشره الدوري الممتاز. خلاص تمام كده تمام طيب. صاحب المركز الثالث قال لك ايه بقى؟ الدوري هو الدوري الدرجه الثانيه ب ده هيبقى اقسام زي ما هو ثلاث اقسام. هو دوري المحترفين ب اللي هو الدرجه الثالثه الثالثه لا اللي هو هو عمل هم سموها الثانيه. خلي بالك يعني هو هيسموها رسمي في سجلات الاتحاد الثانيه. خلي بالك اللي هو الثالثه هو عمل غير الدرجه الثانيه اللي هي العاديه اللي احنا عارفينها. تمام. بدل ما اسمها الدرجه الثانيه بقى اسمها الدرجه المحترفه الف. ايوه. والدرجه الثالثه بقى اسمها المحترف دوري المحترفين ب فهمت؟ تمام. وبعدين عمل درجه ثالثه رابعه 5 6 7 8 المهم كده. المحترفين ايه بقى؟ دي هتبقى ثلاث اقسام، مجموعه اولى ومجموعه ثانيه ومجموعه ثالثه. اوكي. هيطلع منهم كام بطل؟ ثلاثه. تاخدهم مع الثالث بتاع المحترفين الف. تمام. ويلعبوا بعض دوره مجمعه. الاول اللي يكسبها يطلع ممتاز. اللي يكسبها يطلع ممتاز ينط. دي بقى انا ما فهمتهاش ولا انا خالص. ليه؟ ببساطه عشان نتكلم كلام منطقي. اصلا الفرق اللي هتنافس يا كابتن اسلام في المحترفين ب ايوه في الوقت ده استحاله هو يدفع مصاريف كانه بيلعب في المحترفين الف. صعب. ان انت النهارده هتبقى بتخطط ان انا عايز اطلع الدرجه زي بقيه العالم كله. يعني انا ما اعرفش برضه الفكره دي جت منين. صعب. والله انا كلمت حاجه عامل كتير جدا. صعب قوي. طب ايه المغزى فيها؟ ايه الفكره؟ ايه الفكره وراء هذه الفكره؟ ليه هعمل كده ليه؟ ازاي النهارده كمان فكره ان حد بيلعب في الدرجه الثالثه؟ ما هي بصراحه الثالثه بالنسبه لاي حد واحد اثنين ثلاثه دي الثالثه. يوب ينط يلعب ممتاز. لا هو يمكن بيدي تشجيع او تحفيز معلش ما خليني اكلمك بقى الناحيه الثانيه. بيدي تشجيع او تحفيز بتضحك ليه يا عم؟ ولا بتكلم ممكن يكون قلل عدد الانديه. معلش انا بقى مش فاهمها كده. قلل عدد الانديه مثلا؟ خدتها ازاي؟ انا خدتها بصراحه ان هو بيأثر الطريق على بعض الانديه الجديده هتستحدث. معلش زي انا النهارده ممكن انا كريم سعيد اهو بكره الصبح انا واحمد ثابت هنشتري فريق من الدرجه الرابعه. فليه النهارده اقعد ثلاث درجات؟ هوب انا عايز انط مره. اعمل لي فكره عشان انط. هتبقى اسهل لو لعبنا في الثالثه. أيوة. اسهل. ما انت هتلعب مع ثالث الثانيه حاجه ثانيه بدل ما نروح نعمل فريق جديد يا سيدي ونلعب من الدرجه الرابعه والخامسه. احنا ممكن انا وانت نلم شويه فلوس ونستلف من كابتن اسلام ونروح نشتري فريق من الدرجه الثالثه ونطلع على طول. وانا راح استلف من ايهاب الخطيب. اجيب منين؟ ماشي. ايه لو ايهاب الخطيب عمل فريق؟ بس فعلا فعلا ممكن واحد في الدرجه الثالثه يعمل فريق في الدرجه الثالثه ويطلع على طول لان بيبقى اسال له. يعني هيبعد عن الفرق مثلا القويه في الثانيه اللي هي مثلا السكه الترسانه الفرق القويه دي. لا هتبقى فرصه مثلا لنادي زي المنصوره. خلينا نسيب الموضوع ده دلوقتي لانه انا محتاج برضو ان احنا انا محتاج ان انا اكلم الاستاذ عامر عزيز الحاج عامر عزيز ونبقى نعمل حلقه خاصه. اتمنى ان حضرتك تكلمه. طبعا يعني هو على فكره الحاج عامر بيرد على فكره بيبقى عنده دايما رد مقنع لحاجات كتيره. ماشي. فممكن تكون في حاجه غايبه عنك. وبيتابع كل البرامج على فكره. لا طبعا فانا عشان كده بقول لك لا انا حاولت اكلمه كتير جدا بس هو تليفونه على طول مشغول. بس نوثق بس حاجه اخيره في النقطه دي. يعني دي هي عمرها ما حصلت في العالم. احنا اول ناس نعملها على فكره. ليه لا؟ ما هو لو في فكره. ماشي. انا بوثق بس انا مش قصدي حاجه والله. انا بوثق المعلومه. بوثق ان احنا ما هي ما حصلتش. ما فيش تجربه سابقه في اي حته في العالم في نادي كان عنده فرصه. طبعا هي فرصه خلي بالك. طبعا هي مش اكيد هي طبعًا. فرصه طبعا فرصه ان هو ينط من الدرجه الثالثه للممتاز مره بس. ماتش حرس الحدود حاجه سهله. لا هو تملي حاجه سهله ان احنا حاجه سهله كده نرجع نلعب في الكوره تاني. على فكره اصعب ماتش اللي بيجي بعد بطوله كبيره. برافو عليك. ودايما بيبقى حرس الحدود على فكره. ليه بقى؟ انت كل الفرقه اخده بطوله محققه التارجت بتاعها المنافسات المعنويات. اصعب ماتش اللي جاي يا جماعه الماتش الجاي ده. ليه؟ انت لازم تعمل دوافع جديده للعيبه. دي اول حاجه هتواجهك ان انت محتاج برضو تدي فرص لبعض اللعيبه اللي عايزه تنافس اللي عايزه تخش اللي انت عايز تحكم عليها. وانت ماشي بتحسم في الدوري الخمس مباريات دول مهم جدا ان انت تكسب ماتش حرس الحدود ده تاخده بجديه. ممنوع الاستهتار او التهاون فيه نهائي. لازم ان انت تخلص منه في اول نص ساعه
تنزل بالثقة بتاعتك بالشخصية بتاعتك ان انت تجيب جون بدري، عشان المكسب بيجيب مكسب. نفضل مستمرين، مش عايزين ايه، مش عايزين نقع كده، عايزين نفضل مستمرين في نشوة الانتصارات دي. فدي نقطة مهمة طبعا. الماتش ده مهم خاصة ان انت عندك الخميس، بعد كده الحد في الكاس، بعد كده الحد، انت الماتشات الجاية كلها خميس حد خميس حد، ماتشات النادي الاهلي الجاية. فان شاء الله ان احنا نفكر ان احنا نحسم الدوري في الخمس مباريات الجايه، مش عايزين نستنى عشان كمان ندي فرصه لبعض اللعيبه الناشئين ممكن نصعدهم في الاربع مباريات الاخيره والخمس مباريات الاخيره تستفاد. يعني انا ما بحبش انظر لهذه المنطقه غير لما انا اخلص بعد اذنك. معلش خلينا نتكلم دايما ان احنا ما عنديش حاجه اسمها الدوري ما اتحسمش. لسه ما اتحسمش الدوري، وانا ما بحب، انا من نوعيه الناس اللي لا تحب ان تفكر في ان انا فاضل لي ثلاث ماتشات فانا هكسب الثلاث ماتشات. الكوره مش مضمون، الدوري ولا اربع ماتشات. كره القدم يا شباب يا جماعه، بعد إذن حضراتكم اسمعوا كلامي، كرة القدم غير مضمونة. صحيح. تعرفش إيه اللي ممكن يحصل. صح صح. فجأة تلاقي كرة مش هتخش جول. صح. مش عايزة تخش جول. صح. والنادي الأهلي على فكرة قفل على الفرقة من يوم الثلاثة أو يوم الاثنين، خلاص ممنوع اللعيبة تطلع تتكلم في وسائل الإعلام، ممنوع السوشيال ميديا. مزبوط. خلاص النادي الأهلي أصدر قرار بكده بحيث إن يرجع بقى حالة التركيز تاني، نبدأ نقفل ونركز في المباراة الجاية. وماتش الكاس مهم جدا. وماتش الكاس مهم. وبرضه الفرقة الصغيرة دي لسه بنتكلم إن فريق زي ده ممكن منتخب السويس عايز يلعب. خلي بالك، لا منتخب السويس اسم كبير، اسم طبعا كبير في طبعا. كرة القدم في مصر. ممكن يكون عايز يعمل عايز يعمل مفاجاه لعب قدام النادي الاهلي. وعايز يسوق طبعًا. وعايز يسوق اللعيبه، عايزه تسوق نفسها قدام نادي زي النادي الاهلي. طيب. فطبعا ماتشات الخميس والحد دول حرس الحدود ومنتخب السويس ماتشين لازم ناخدهم بجديه، ولازم ان شاء الله نحاول ان احنا نحقق المكسب فيهم باذن الله. روي فيتوريا 7 فوز من 7 مباريات، يعني اعتقد هي بس مباراه غينيا الاخيره يعني الاداء ما عجبناش كلنا، وكان واضح يعني الدنيا مش افضل شيء. بس انا بصراحه متفائل بالراجل جدا، ومتفائل تاني كابتن اسلام بشخصيته بصراحه. الراجل شخصيه كويسه جدا وعنده افكار حلوه بيحاول يطبقها، وكمان فكره ان الفريق حتى في اسوأ احواله او في حالته مش كويسه خالص بيكسب، ودي حاجه كويسه. حتى بالظبط، ودي نقطه حتى كنا بنتكلم فيها في النادي الاهلي، يعني انت في اسوأ حالاتك بتكسب، نقطة مهمة. ده معناه ان انت لو ركزت واجتهدت وظبطت امورك ده معناه ان انت تكسب بسكور، تكسب مرتاح. فانا بصراحة انا مبسوط لغاية دلوقتي بتجربة فيتوريا مع المنتخب، ومتفائل للغاية بالراجل ده ان شاء الله في الاستحقاقات القادمة. لا مدرب كويس عنده شخصية، محقق 7 انتصارات من 7، بنتمنى له التوفيق. بس لسه انا شايف ان المقياس الحكم الاساسي عليها هيبقى في كأس الأمم. هو محقق التارجت ومدرب كبير وماشي، عنده شخصيه وعنده بصمه واضح، وكمان عامل قوام للفرقه، بيلعب 4-3-3، خلاص مثبت مثلا ورا منعم، وبدا يدخل علي جبر بعد اصابه حجازي والونش، ومعاه برده ياسر ابراهيم، عامل قوام في الباك يمين وباك شمال، برده في وسط الملعب معاه مروان عطيه، هو مقتنع بمحمود حماده، برده عنده زيزو في وسط الملعب، الثلاثه اللي قدام محمد صلاح وتريزيجيه او مرموش ومصطفى محمد، ومعاهم كهربا، معاهم حسين الشحات، معاهم مصطفى فتحي. تحس ان في قوام للمنتخب، بس لسه برضو بنقول ان المباراه هو ما لعبش غير ماتش كبير قوي غير بلجيكا، فالمقياس والقوام الاساسي هيبان في كاس الامم. بنتمنى له التوفيق ان شاء الله في كاس الامم الجاي في يناير. اخيرا وهاخد راي حضراتكم، انه انتوا الاثنين انه او شايفين اقبال الشديد الحقيقه، يعني انا بيجي لي تليفونات كثيره جدا فيما يخص اختبارات النادي الاهلي. ابدا بك يا احمد. ده في اكتر من 3000 لاعب في تاني يوم. اكتر من 3000 قطعوا، بيقطعوا اكتر من 3000 لاعب في الاختبارات. ما شاء الله. الاختبارات اجبار رهيب جدا. كل لاعب، كل واحد في الدنيا حلمه دلوقتي يلعب في النادي الاهلي طبعا على طول، يعني كالعادة. خاصه كمان بعد الناس بدات بقى تشوف محمد صلاح وتشوف نجاحات النادي الاهلي في الكوره وكده، فالكل دلوقتي بقى بيطمع في الاختبارات. وعلى فكره الاختبارات لسه مستمره، يعني الاختبارات لسه في الثلاث والاربع والخميس والجمعه في اهلي مدينه نصر، بتبقى من الساعه 7 الصبح. تنظيم ممتاز من النادي الاهلي كالعاده. ووجود الكابتن بدر رجب برده عامل حاجه محترمه. كمان في 4 مدربين في كل دايره، يعني كل ملعب من الملاعب في 4 مدربين، والاولياء والامور بتقف بره، عشان بقى الاهالي واللي بيقعد مثلا النبي خد ابني وكده، لا الكلام ده مش موجود، اقف بره. واللعيب بس اللي بيخش بيلبسه اولياء الامور، بيلبسه لا يعني بيلبسه ابنهم، وابنهم بينزل الملعب، وبيبقى فيه 4 مدربين على كل ملعب، وبيتم الاختيار، بيتعرض للاختبار اول نجح فيه بيخش واحد تاني وتالت، بعد كده بيمضي استماره مع النادي الاهلي. انا هضيف طبعا على كلام سيد بقى، النادي الاهلي كمان فتح اختبارات فريق 2006 للشابات. النادي الاهلي طبعا بيكون حاليا اول فريق يعني للسيدات
طبقا طبعا لقوانين الكاف اللي الزمتنا واحنا ورخصة الكاف وكده. وبالتالي اعتقد ان النادي الاهلي فتح برضو اختبارات فريق بنات 2006، وطبعا اللي شايفه ان هي تحب او عندها القدره وعندها المهاره ان هي تمثل النادي الاهلي في اول فريق للسيدات الاهلي، النادي الاهلي بيكونه اكيد طبعا الاختبارات دي موجوده بجانب طبعا اختبارات الناشئين اللي بتتعمل كل صيف من كل عام. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. انا بشكرك جدا يا ابو حميد على وجودك معانا النهارده. شكرا، وان شاء الله منتظرين حلقه بكره تبقى حلقه نار ان شاء الله. ان شاء الله كابتن خالد العوضي غدا في حلقه خاصه جدا مع 35 كاس ودرع هيكونوا مع حضراتكم على الهواء مباشره. ازاي انا مش عارف، ولكن هنتصرف وهنحط لحضراتكم كؤوس ودروع النادي الاهلي في الالعاب الاخرى. انا مش هجيب الكوره، انا هجيب في الالعاب الاخرى فقط لا غير، بكره على الهواء مباشره لكل محبي النادي الاهلي. ويعني هنحط لحضراتكم هاشتاج كده برضو تحط نشتغل عليه ان شاء الله من بكره علشان كل أسئلة حضراتكم نسمعها من خلال البيت الكبير في وجود مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي كابتن خالد العوضي. أنا بشكرك جدا يا كريم على وجودك معنا. شكرا جزيلا. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير.